يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير على ناس وأهل بلدنا في كل مكان في مصر. صباح الخير على أهلنا الصامدين في قطاع غزة وفي كل أرجاء فلسطين. 5 أسابيع مرت على واحدة من أبشع جرائم الحرب في تاريخ الإنسانية اللي بترتكب في قطاع غزة، حرب همجية بكل المقاييس كشفت عن تطرف الحكومة الإسرائيلية تجاه أصحاب الأرض الأصليين اللي بيتمسكوا بأرضهم في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية اللي عجزت حتى الآن وستظل عاجزة عن النيل من قوة وصلابة وتماسك أهلنا في قطاع غزة. درجة الجنون وصلت لحد أن وزير إسرائيلي وهو السيد إلياهو وزير التراث بيطالب باستخدام القنبلة النووية لمحو الفلسطينيين من وجه الأرض في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية، المجتمع الغربي أطلق يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحقيق هدفه المستحيل بإحداث نكبة جديدة وتهجير الفلسطينيين. وطبعا دي يعني من أحلام الدولة الإسرائيلية إنها في يوم من الأيام تقدر تعمل ده. جمال، بكل تأكيد يا محمد، يمكن حتى لو هنتكلم تحديدا عن الواقع اللي ذكرته وهي ذكر وزير التراث الإسرائيلي عن احتمالية استخدام القنبلة النووية في قطاع غزة، يعني حتى هذا التصريح لقراءات عديدة الحقيقة، فتحت أبواب كتير صحيح. جدا على الكيان الإسرائيلي. يعني هناخد حضراتكم طبعا في قراءة عن هذا الموضوع خلال حلقتنا، لكن هنرجع مرة أخرى لفكرة قضية التهجير أو فكرة تهجير الفلسطينيين أو حتى تصفية القضية الفلسطينية اللي بالمؤكد هو هدف مستحيل ومخطط أفشلته الدولة المصرية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة. الحقيقة أنه كمان الدولة المصرية قدرت أنها بكشف وفتح هذا المخطط وفرده كده أمام العالم، وأوضحنا أنه المخطط مفهوم وواضح، أخذ الموقف والوضع لمستوى آخر تماما. الدولة المصرية فرضت وتحدثت عن استحالة تصفية القضية الفلسطينية وأثبتت موقفها ورؤيتها في هذه الأزمة، واللي بتتلخص في رفض أي محاولة للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية ووقف ضرورة كمان وقف إطلاق النار وتأكيد على ضرورة توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني وتقديم كل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية اللي بيحتاجها المواطنين في قطاع غزة، وده حقهم بالمناسبة، ده حقهم الإنساني، بجانب التحركات المستمرة لمعالجة جذور المشكلة واستعادة الحقوق الفلسطينية. صحيح جمانة، من اليوم الأول لهذه الحرب الهمجية على قطاع غزة وكل الاتصالات اللي بيتلقاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قادة وزعماء العالم كانت بتركز بشكل أساسي على ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، بالإضافة طبعا للبعد الإنساني اللي عمره ما كان غايب أبدا عن السياسة المصرية، نفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق لقطاع غزة. والهدف الرئيسي لكل هذه المحادثات واللي دايما بتؤكد عليه الدولة المصرية على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي ضرورة إحياء عملية السلام من جديد، حل الدولتين، التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية. سبب غياب هذا الحل هو ما نراه الآن من حركة للمقاومة، من اضطرابات شديدة وحرب في قطاع غزة. الحل الحقيقي والأساسي اللي دايما بيعتبر ثابت من ثوابت السياسة المصرية هو العودة لحل الدولتين. جمال، بكل تأكيد، يمكن حسب كمان حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة للعالم العربي، وأيضا ضرورة حل الدولتين لأن هو ده مصدر المشاكل اللي بيواجهها العالم العربي أو حتى مصدر الإرهاب في الشرق الأوسط. أعتقد أن الرؤية المصرية الداعمة لحماية المدنيين والداعمة للقضية الفلسطينية نجحت بالفعل في تحويل بعض مواقف الدول الكبرى، خصوصا مع استمرار القتل الممنهج للسكان المدنيين وبالأخص الأطفال. نحن نرى جيش يواجه أطفال، كلنا كمان فاكرين تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللي طالب فيه بوقف إطلاق النار في غزة اللي وصفها بأنها أصبحت مقبرة الأطفال، ولا ننسى أيضا تصريحه بأنه حتى الحرب لها قواعد. بالفعل حتى الحرب لها قواعد، كم القنابل اللي تم قصفها على قطاع غزة توازي أو يعني تعدي كمان تزيد على القنابل اللي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان. 30,000 طن من المتفجرات والقنابل ألقيت فقط على قطاع غزة. الإحصائيات بتتكلم أنه كل 10 دقائق بيسقط طفل فلسطيني شهيد، يعني احنا بنتكلم على أعداد كبيرة جدا. كل 6 دقائق طفل وكل 10 دقائق امرأة.
والعدد وصل يعني امبارح طبعا العداد للاسف الشديد مستمر يا جمانه، بنتكلم على 10500 شهيد، يعني احنا بنتكلم على ارقام مفزعه حقيقي يعني. صحيح. في تاريخ الانسانيه في القرن اللي فات ما شفناش حرب، لا في الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه، سقط فيها ضحايا بهذا العدد. وما زال ايضا الجرحى في المستشفيات، بما انه النظام الصحي والقطاع الطبي في قطاع غزه شبه منهار. صحيح. شبه منهار، فيعني من المنتظر طبعا ربنا يسلم يا رب كل اهالينا في قطاع غزه، لكن الوضع يشير الى انه الى ارتفاع عدد الضحايا بالنسبه لانه قطاع غزه القطاع الطبي في قطاع غزه شبه منهار، خاصه كمان مع عدم دخول الوقود. صحيح. لقطاع غزه، فاحنا امام مشهد عبثي وكارثي. خلينا بقى نبص حتى لامبارح بس، قصف مستشفى رنتيسي، المستشفى تعالج، المستشفى الوحيده التي تعالج مرضى السرطان من الاطفال. يعني جرائم لا يمكن أي تبريرها، أي تعليق ممكن لا يمكن يكون المنطق كافي حتى يتعامل معها. مشاهدينا احنا بنتكلم على استهداف مباشر لمنشآت صحية، مستشفيات محمية بموجب القانون الدولي أو القانون الإنساني، إذا كان في قانون إنساني في العالم فالمستشفيات هي أماكن محمية بموجب هذا القانون. مش بس شفنا للأسف استهداف للمستشفيات، بنشوف استهداف لسيارات الإسعاف اللي بتنقل الجرحى، بنشوف استهداف مباشر لامبارح كان مشهد مرعب لمحيط المستشفى الأندونيسي، وإزاي المكان ده مش مكان بس لوجود المصابين، ده مكان للجوء الإنساني. يعني الساحة الخاصة عشان نبقى عارفين بس الصورة، الساحات لهذه المستشفيات هي ساحات للجوء الإنساني، الناس بتلجأ إليها طمعا في الحمايه، طمعا يعني هربا من هول القصف اللي بيشوفوه في كل لحظه. فانت بتضرب مدنيين بيحاولوا يعني ينقذوا حياتهم، بيحاولوا يا جمانه بقدر الامكان يعني يبعدوا عن اماكن القصف اللي موجوده. الذريعه اللي بتسوقها اسرائيل او اللي دايما بتروجها قالت الاعلام الاسرائيلي انه المستشفيات دي اماكن بيتحصن فيها قاده المقاومه وانها غير منطقيه، يعني حتى هذه الذريعه هي غير منطقيه بالمناسبه. ناهيك كمان بقى عن اللعب بالمصطلحات. صحيح. ونهيك عن التصريحات المذبذبة والمتخبطة اللي بتخرج إن كان من الجانب الإسرائيلي، اللي بالمناسبة بنلاقي تصريحات مختلفة من قادة حكومة الحرب أو متسمى حكومة الحرب الآن في إسرائيل، أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. سمعنا بالأمس أنه بالفعل يعني توصلنا لهدنة أو لوقف إطلاق النار لمدة 4 ساعات، ثم يخرج بنيامين نتنياهو يقول لم نتوصل لهدنة أو لوقف إطلاق النار، ولا حديث عن وقف إطلاق النار. يعني في تخبط وتذبذب في المشهد العالمي غريب الحقيقة. وحتى أمريكا، يعني أمريكا لو عايزة ببساطة كده زي ما بيقولوا بالبلدي، يعني لو عايزة توقف إطلاق النار هتضغط على إسرائيل، هتقول لها أوقفي إطلاق النار. لكن الغريب زي ما جمانة أشارت دلوقتي، التعنت الإسرائيلي الغريب جدا غير المبرر، أنه لا يمكن أن نوقف إطلاق النار إلا بعد خروج كل الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة. يعني نتنياهو بيرفض في كل تصريح أو في كل مؤتمر صحفي أنه يحصل فقط وقف إطلاق النار دون خروج الأسرى من غزة بشكل كامل، الأسرى الإسرائيليين. وبمناسبة المصطلحات، زي ما أنت قلت جمانة، النهاردة كمان هيكون معنا فقرة مهمة جدا عن الإعلام الإسرائيلي وإزاي اللعب بالمصطلحات وترويج بعض المصطلحات الخاطئة تماما، حتى احنا للاسف اعلاميا او عربيا بنقع فيها. يعني هم بيقولوا المخطوفين مثلا الاسرائيليين، احنا بنقول الاسرى الاسرائيليين او الاسرى الاجانب. ففي بعض المصطلحات دي العمل عليها بيروج لروايه او بيسموها كده السرديه الاسرائيليه او الروايه الاسرائيليه، للاسف من غير ما ناخد بالنا. المصطلحات بالفعل بتفرق، الفرق بين الضحايا والشهداء. صحيح. والمخطوفين والاسرى تختلف بالمناسبه، تختلف كل كثيرا. كل حاجه لها ترتيب قانوني، ليها اثر طبعًا. قانوني، يعني كلمه اسرى غير المخطوف غير المحتجز غير طبعا كده. حتى كان اللي تابع الفيديوز، يعني كان في مقطع نشر بالامس لاسرى ايضا من الاسرائيليين. صحيح. يتحدثون عن المعامله اللي بيتلقوها من قبل كتائب القسام او حماس المعامله. صحيح. حتى تحدثوا عن فكره انه هم تضرروا من القصف الذي يحدث في قطاع غزة، وتحدثوا أنه بنيامين نتنياهو غير مكترث تماما أصلا بحياتهم ولا حتى برجوعهم. المشهد حقيقي يحمل العديد من علامات الاستفهام.
ما بين هل بالفعل أمريكا لا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد صحيح. وقف إطلاق النار أم تريد ولكنها لا تستطيع أن تضغط، ولا هي بالفعل تضغط ولكن بنيامين نتنياهو لا يستجيب؟ علامات استفهام كتير قوي. بالضبط، فكرة إطلاق يد إسرائيل، يعني هي دايما عايزة إسرائيل تنهي عملياتها العسكرية، والهدف اللي قالته إسرائيل من اليوم الأول جمانة وكلنا متابعين هو القضاء على حماس بشكل كامل واسترداد الأسرى الموجودين في قطاع غزة. لغاية دلوقتي احنا بنتكلم على 34 يوم، يعني بنتكلم على الشهر الثاني، لم تتحقق هذه الأهداف، والولايات المتحدة بتحاول تطيل أمد الحرب. امبارح شفنا جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي بكل صلف وبكل يعني عنجهية هو طالع على الهواء بيقول احنا هنستمر في قصف غزة لو استمر هذا الأمر شهرا أو سنة أو سنوات لحتى نحقق النصر. فطبعا مفهوم النصر من الجانب الإسرائيلي هو مفهوم إبادة غزة والعقاب الجماعي والإبادة لمحو الفلسطينيين وطن بأكمله، كأنه لا يوجد بشر. أعتقد أنه هذا منطق الضعفاء بكل تأكيد. هل قدروا أن هم يكسروا عقيدة الفلسطينيين؟ لا طبعا، ده ما حصلش. هل قدروا حتى يخوفوا الأطفال؟ طبيعي، يعني اللي بنشوفه هي مشاهد طبيعي غريزة بكل تأكيد، لكن هل إرادتهم اتكسرت؟ لا. عقيدتهم اتكسرت؟ لا. إيمانهم اتكسر؟ لا، عشان هم أصحاب الأرض. صحيح. هم أصحاب الحق. المشاهد اللي شفناها حتى لأفراد المقاومة اللي بتخرج على رجليها تقدر إن هي صحيح. تواجه أرطال صحيح. موجودة على أرض غزة، أعتقد يعني خلتنا كلنا أمام مشهد بالفعل نقف أمامه لسنين كتير قوي صحيح. وتثبت إنه صاحب الأرض وصاحب العقيدة محدش يقدر يوقفه مهما صحيح. حصل ومهما حد حاول. في تاريخنا كمان طبعا. مفيش أي حركة مقاومة انهزمت، كل المستعمرين بينهزموا، لكن مفيش حركة مقاومة أبدا في التاريخ الإنساني بتنهزم. ممكن يبقى في جولة تنهزم فيها، بس في النهاية أصحاب الأرض هم المنتصرون دائما، لأن احنا زي ما انت قلتي أصحاب أرض وأصحاب حق كمان. نروح نصبح على حضراتكم في صباح الخير يا مصر، ونرجع مرة تانية نكمل فقراتنا النهاردة. معنا فقرات كتيرة جدا، وطبعا المشهد الأساسي هو المتابعة لأحداث غزة من أكتر من زاوية. خليكم معنا وصباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا لمية حمدين، نتعرف من على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا لمية. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير عليك يا محمد. صباح وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المعدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 28 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في العلمين 24 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلونا مرة تانية نرجع لجمانة ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمياء. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي امبارح من المستشار الألماني أولاف شولتس، تناول الاتصال متابعة مستجدات الأوضاع في غزة، واستعرض سيادة الرئيس الجهود الدورية التي يبذلها الجانب المصري للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهلنا في غزة وإجلاء الرعاية الأجانب. أيضا خلال الاتصال أعرب المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكدا موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات. أيضا تناول الجانبان سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدد سيادة الرئيس على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. انطلقت بشكل رسمي امبارح فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، واللي هتستمر لمدة شهر واحد قبل موعد الاقتراع في الداخل بيومين. يعني فترة الدعاية هتنتهي يوم 8 ديسمبر، والتصويت في الداخل هيكون أيام 10 و11 و12 ديسمبر. امبارح كمان يا جمانة قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قال انه صدر توجيه واضح من المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بانه في ظل الظروف الحالية تقرر تخفيض اوجه الدعاية الانتخابية وتوجيه هذا المبلغ او التخفيض لخدمة
القضية الفلسطينية. شدينا معنا فقرات مختلفة الحقيقة النهاردة في صباح الخير يا مصر، طبعا متعلقة بما يحدث في قطاع غزة، ومنها أيضا ما يقول الإعلام الإسرائيلي وتفنيد لما يقول الإعلام الإسرائيلي خلال حلقتنا النهاردة. لكن خلينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحر على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومايل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، وقد تكون رعدية أحيانا وده على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. ومع أن الطقس تقريبا مستقر، لكن في انخفاضات بسيطة وطفيفة بتحصل الأيام دي خصوصا بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية اللي جايانا من البحر المتوسط، كلمينا عن تفاصيل الحالة النهاردة ويعني أكتر الحاجات الجوية أو الحاجات اللي احنا ممكن نتأثر بيها خلال اليومين اللي جايين. هو بالفعل بدأت درجات الحرارة تنخفض خلال فترات النهار، وخاصة في المحافظات الشمالية، سواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، وده بسبب فعل الكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط. بدأنا كمان نشوف انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة ساعات الليل المتأخر، فترة الصباح الباكر درجات الحرارة عادت للمعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تكون 28 درجة مئوية، فبالتالي إحساسي بالطقس هو طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد، طقس معتدل تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده بيكون في فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، هنحس بيه أكتر ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر الأجواء دي هنحس فيها بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، يمكن الليلة الجاية والليالي الجاية كمان أجواء مائلة للبرود محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة. يمكن كمان على مدار هذا الأسبوع كله درجات الحرارة بتنخفض وبتعود للمعدلات، متوقع كمان مع نهاية هذا يعني نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله أو منتصف الأسبوع المقبل يكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. بالنسبة للشبورة المائية، كثافة الشبورة المائية بدأت تقل عن الأيام الماضية، بدأت تكون شبورة مائية كثيفة فقط أو ممكن تكون كمان كثيفة أحيانا في بعض المناطق، لكن كنا الأيام الماضية بنشوف الشبورة المائية بتوصل لحد الضباب، يعني تدهور وانعدام في رؤية أفقية. الحمد لله كثافة الشبورة المائية قلت وبتبقى شبورة مائية عادية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما بتأثرش تماما على حركة المرور أو أعمال الأنشطة اليومية، وبتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ في الارتفاع ورؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، الأمطار يمكن من الأيام الماضية الأمطار موجودة بشكل كبير على المناطق الجنوبية، يعني موجودة في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بالأمس سقطت الأمطار المتوسطة والرعدية على حلايب وشلاتين بعض الأماكن من محافظة أسوان وتحديدا في أبو سمبل. اليوم أيضا متوقع استمرار سقوط امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه والرعديه احيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، حلايب، شلاتين، مرسى علم، كمان بعض المناطق من اقصى جنوب الصعيد زي ابو سمبل واسوان والمجرى الملاحي. طبعا الامطار بتكون على فترات متقطعه من اليوم. توقع مع غدا السبت ان شاء الله يكون في
تأثير البلاد وامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هنلاحظ وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، فعشان كده من غدا إن شاء الله هنبدأ نشوف فرص لسقوط الأمطار كمان في المناطق الشمالية، تشمل طبعا القاهرة الكبرى، الوسط البحري، مدن القناة، وهي أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية أحيانا خلال فترات المساء تحديدا على القاهرة. الأسبوع اللي جاي كله إن شاء الله الأجواء فيها تكون أجواء خريفية، فرص أمطار متفرقة وخاصة في محافظات شمال البلاد مع المناطق كمان الجنوبية، ومزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة. فاللي هنأكد عليه لازم بشكل كبير ناخد بالنا من نوعية الملابس خلال الأيام المقبلة. انخفاضات كم درجة يا فندم لو سمحت؟ احنا طبعا انخفاض في درجات الحراره بدا بمعدل درجتين، مع منتصف الاسبوع القادم عظمى على القاهره الكبرى هتكون 27 درجه مئويه و26 درجه مئويه كمان خلال فتره النهار. خلال فترات الليل هيحس بالبروده بسبب وجود نشاط نسبي للرياح، فهنحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره صغرى فتره الليل ما بين 19 و20 درجه مئويه في القاهرة الكبرى. في محافظات الصعيد بيبقى ما بين 16 و17 درجة مئوية، ويمكن كمان بنأكد على ان المناطق الموجودة في المدن الجديدة او الاماكن المفتوحة بتبقى درجات الحرارة الصغرى اقل من كده كمان، فلازم ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير. يفضل طبعا الملابس الخريفية واستحاض جاكيت خفيف عند الخروج خلال فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتأخر. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 28 والصغرى 21، العاصمة الإدارية 29 20، اسكندرية 26 18، العلمين الجديدة 24 18، مطروح 25 18، دمياط 27 20، بورسعيد 27 19، الإسماعيلية 30 19، السويس العظمى فيها 30 والصغرى 19، العريش 28 17، كاترين 26 14، طابة 31 20، حلايب 29 25، شلاتين 32 26، شرم الشيخ 32 23، والغردقة 32 22. الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 19، بني سويف 31 19، الوادي الجديد 36 19، أسيوط 32 17، سوهاج 33 18، قنا 35 20، الأقصر 36 20، أسوان 37 23. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لجمانة ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك كل الكلام. شكرا جزيلا. الصين دخلت على خط الأزمة وقالت إنها بتسعى لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت على استغلال كونها عضو دائم في مجلس الأمن لتحقيق التهدئة وحماية المدنيين. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم، ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية لو حضرتك بداية توضح لنا الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية. صباح الخير، بارك الله فيكم، وصباح الخير على مصر كلها. أما الصين فهي دولة صديق تقليدي لنا، والحقيقة تنظر إلينا نظرة إيجابية للغاية. لماذا؟ لأن مصر أول دولة في العالم الثالث اعترفت بالصين الشعبية في ثورتها سنة 56، ودفعنا ثمن غالي في هذا. عدوان 56 كان أحد أسبابه أن اعتراف مصر بالصين. وأنا دايما أضرب المثل ده مع السياسة الخارجية المصرية، ندم بعد 40 سنة واتبعها، لأن الغرب وأمريكا هم اللي كانوا بيعملوا. سعادة السفير الصوت مش واضح. طيب، النهاردة الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة ولأوروبا، وبالتالي نظرتها إلينا وعلاقتنا بها نظرة صداقة ووضع يعني قريب جدا في السياسات. وايضا هي تقف على نقطه دول الناميه او دول عدم الانحياز، ايضا حاولت ان تكون تتعاون مع هذه التجمعات لمصر ضمن قيادتهما. ثم الان كفرنا طفره جديده، الصين اصبحت ما شاء الله الدوله رقم واحد في الصادرات في العالم، لديها فرق في التمويل، أكبر حائز للدولار في العالم، عشان اللي بيتكلموا على إن هنعمل اليوان بدل الدولار، لا، دي الصين مش هتسمح بهذا. الصين بتحاول ترفع سعر الدولار وتخفض سعر اليوان الصيني عشان تظل في مركز أفضل بالنسبة للتصدير.
وبالتالي بنتعلم كل هذه الدروس. ثم بدأت الصين تهتم أيضا بالاستثمار في مصر، ثم عن طريقنا أيضا دخلت إلى أفريقيا وبتتلمس طريقها في أفريقيا بشكل طيب للغاية. ونحن نطمئن للنظرة الصينية بحكم أنها نظرة صديقة. صحيح. ده بالنسبة يا فندم للعلاقات المصرية الصينية وأيضا الصينية الأفريقية بقارة أفريقيا، لكن بالنسبة لما يحدث في قطاع غزة الرأي الصيني كان إيه يا فندم؟ بالتأكيد مفيد لنا جدا، لأنها لاحظت أنها واحدة من الخمس أعضاء الدائمين اللي لهم حق الفيتو، فبالتالي سوف تمنع أي قرار ضد الجانب العربي أو الفلسطيني وتحاول أن تصدر قرار. طب فرص يا فندم سعادة السفير، يعني احنا امام معسكر غربي امريكي اوروبي بتقوده طبعا الولايات المتحدة الامريكية، في كل جولة تصويت استخدام الفيتو الامريكي، شفنا ده امام المشروع الروسي وامام المشروع البرازيلي، الى اي مدى او مساحة التحرك السياسي والدبلوماسي للصين كعضو دائم في مجلس الامن وايضا لروسيا، لانه احنا بنتحدث على معسكر اخر بيقف او بيطالب بشكل مباشر بوقف اطلاق النار، الصين وروسيا، ايه الاوراق السياسيه والدبلوماسيه للصين وروسيا؟ لدينا مشكله في التنظيم الدولي، وهو حكايه الدول دائمه العضويه اللي عندها حق الاعتراض، فممكن 14 دوله يوافقوا، واظن ايام انتخاب بطرس غالي سكرتير عام 14 صوتوا معاه وامريكا اعترضت. فده قبل كده في الستينات كان روسيا هي اللي كثيره الاعتراض. لهذا ابتدعنا نظام اسمه الاتحاد من اجل السلام، وهو اذا فشل مجلس الامن في اتخاذ قرار يحال الامر الى الجمعيه العامه وهي قراراتها مش ملزمه زي مجلس الامن. لكن هو القرار الاخير يا فندم اللي طلع بوقف اطلاق النار من الجمعيه العامه للامم المتحده، هو ده انتصار لنا، لان 129 دوله صوتت معاه، اللي عرضوه اربعه او خمسه، اللي يمكن امتنعوا على التصويت 40 دوله، فيعتبر انتصار كاسح للقضية الفلسطينية على الأقل من الناحية الدعائية والناحية القانونية في الأجل الطويل. احنا عندنا يعني مهمتين عاجلتين جدا مطلوبين بغض النظر عن حل المشكلة الفلسطينية أو مشكلة غزة، وهما أولا نبعث الماء والهواء والوقود والدواء لإخواننا المحاصرين، وأنا أقسم بالله مهما أوصف لك درجة الألم اللي بشعر بيها لما بشوف مناظر الدمار، ان تدمر عماره على من فيها. وانا يعني كما لعلك تذكر انا كنت مدير اداره اسرائيل وزرت كل الاراضي الفلسطينيه، ومعجب اعجاب وادعو الله لهم بالصمود، معجب بالصمود الفلسطيني، لان هو ده السلاح طويل الاجل اللي هيكسب في النهايه. عدم تحرك الفلسطينيين من مكانهم وان يبقوا في مكانهم هو ده السلاح الاخطر في مواجهه العدوان الاسرائيلي. وسياتي وقت، الان لاحظ بدينا نرى الفلسطينيين اندمجوا في المجتمع، بحيث لدي 10 او 12 نائب عربي داخل الكنيسة البرلمان الاسرائيلي، وابتدى يكون لهم صوت. لكن انا بقابل الوقت مشكله، هي ان اسرائيل منذ نشاتها حكمها حزب اما العمل او الليكود بالتالف مع احزاب اخرى، ما فيش حزب من يوم نشاه اسرائيل حصل على الاغلبيه المطلقه. لدرجه انا مره بأداعب شيمون بيريز وبقول له انتم متهمين بمحاوله السيطره على العالم العربي. رد يوضح لك المشكله، اللي احنا 42 جنسيه وما نقدرش نسيطر على نفسنا، هنسيطر عليكم ازاي؟ فنحن في وضع اسوء كمان دلوقتي، ان حتى الحزبين الكبار مش بيفوزوا باغلبيه تسمح لهم بالحكم. فالان حكومه من واحد من متطرفي سعادة السفير. سعادة السفير يبدو ان احنا اتفضل. سعادة السفير مع حضرتك. نعم، ومتحالف مع احزاب متطرفه، ووزير يهدد باستخدام القنابل النوويه. اول مره اسرائيل تعترف ان لديها قنابل نوويه، علما بان الغرب يمنعنا من مناقشه هذا امام الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. يعني ازدواجيه معايير مقلقه، والعداله يعني تشكو. وده اول اعتراف رسمي يعني ان احنا بنمتلك قنابل نوويه وترسانه نوويه، يعني كانه اعتراف كاشف للدوله الاسرائيليه. نعم. مع ان منعونا لما رحنا، الدول العربيه طلبت في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه
بس بنسأل سؤال بريء، عندكم قنابل نووية ولا ما عندكوش؟ علما بان في منع اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية احنا منضمين لها، وإسرائيل مش منضمة ولا بتعلن هي عندها ولا ما عندهاش. ده وضع شائك. طيب سعادة السفير اتمنى ان احنا يكون الاتصال مازال معنا. سعادة السفير حضرتك سامعنا؟ سامع كويس جدا. طيب بالعوده مره اخرى للعلاقات الصينيه الامريكيه، احنا امام مشهد مختلف زي ما قلنا في البدايه حضرتك انه الصين دخلت على خط الازمه وطلبت بتحقيق وقف اطلاق النار في قطاع غزه، وهو الى حد ما مغاير للاداء الصيني. الصين زي ما حضرتك تحدثت هي معنيه اكتر بشؤونها الاقتصاديه، وعلى جانب اخر ايضا تابعنا زياره وزير الخارجيه الصيني للولايات المتحده الامريكيه في اكتوبر، يعني من كام يوم تقريبا، في هي واحده من اهم الزيارات، وهو اكبر مسؤول صيني يزور الولايات المتحده الامريكيه منذ اكثر من 5 سنوات. في ظل هذا التوقيت يا فندم، رؤيه حضرتك لهذه الزياره في هذا التوقيت، وكيف يمكن ان تنعكس على ما يحدث في قطاع غزه؟ سعاده السفير، وبالتالي نحن نطرق كل الابواب، طرقنا باب الامم المتحده سواء مجلس الامن او الجمعيه العامه، طرقنا باب الاتحاد الاوروبي ونحن على اتصال جيد جدا مع الاتحاد الاوروبي. نحن في افريقيا تصوت معنا بالاجماع، لدرجه ان افريقيا عامله حاجه غير عاديه، ان جعلت فلسطين عضو في الاتحاد الافريقي رغم ان فلسطين في اسيا مش في افريقيا. صحيح. ثم الصين ايضا، ثم روسيا، كل هذه ابواب نطرقها. ثم في المحادثات الثنائية، ثم لما زرنا الرئيس بايدن غير رأيه لما شاف وحدة القرار العربي في الاجتماع اللي تم في السعودية، لأنه كان جاي بيطالبنا أن نعمل حلف ضد إيران وكان هذه هي الأولوية. ردت عليه الترجمة المصرية بكل قوة، قالت إيران ليست العدو، إنما العدو من يحتل أراضينا ويعتبر الجولان السورية جزء من أراضيه، فغير رأيه في 6 ساعات. وبدأت فعلا صوت في أمريكا يطالب إسرائيل بحل الدولتين، مش حبا فينا، وإنما إن فعلا الدولة الوحيدة سيصبح فيها العرب أغلبية عن اليهود، وبالتالي الحل العاقل اللي بيشوفوه يهود أمريكا ويهود أوروبا العقلاء بيطلبوا مظاهرات، يطالبوا بحل الدولتين، لأنه ده اللي يبقى يحفظ الهوية للدولة اليهودية اللي هي منظرها الحقيقة أكذوبة كبيرة، وأصبحت الديانة هي جنسية. وأنا دايما بقول يعني إن ده شيء مستفز، إنه مطلوب من هذا الفلسطيني والغزاوي أن يسيب أرضه عشان واحد روسي وألماني وفرنسي يجوا يحتلوا مكانه. أجداد أجدادهم ما لهمش علاقة بينا وما كانوش في هذه المنطقة. صحيح. ومرة قلت الكلام ده لأحد كبار المسؤولين، عزمنا على العشاء سفير اسرائيلي، وقال ان بنحتفل بذكرى خروج سيدنا موسى من مصر. قلت له يا سيدي سيدنا موسى ده كان جدي انا، انما انت روسي زي ما لكش علاقه بيه لا انت ولا اجدادك. صحيح. الاكذوبه تتكرر بشكل مستج، وعلى فكره يمكن بعض العقلاء ما يصوروش ان قدره الكذب تكون بهذه الوقاحه. لا، في كذب وبوقاحه. يعني حتى بعض عقلاء اليهود بيجدوا ان ده قمة التجبر والكذب. صحيح فندم، ولكن هو الآن يعني خلاص الحقيقة أنه الكذبة يعني أعتقد تكشفت أمام العالم أجمع، وأعتقد أنه حتى الأطفال الجيل الجديد أصبح يعي أبعاد القضية الفلسطينية وحقيقة القضية الفلسطينية. بشكر حضرتك جزيل الشكر السفير جمال البيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكرك يا فندم على كل هذه الإيضاحات. من الحديث عن الدور الصيني، هو دور مهم جدا وهيتعاظم خلال الفترة المقبلة في مواجهة الدور الأمريكي أو الدور الأوروبي في ما يحدث في قطاع غزة. من الحديث عن الصين إلى الحديث عن التكلفة الاقتصادية والخسائر الاقتصادية اللي بيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي على مدار شهر، احنا بنتكلم على 5 أسابيع من الحرب كانت كفيلة بأنها تدفع اقتصاد إسرائيل نحو الانهيار. العجز في ميزانية الكيان الإسرائيلي وصل ل6 مليار دولار. البورصة في تل أبيب خسرت حوالي المؤشر الرئيسي حوالي 17% في 25 مليار دولار تكبدتها الخزانة للدولة الإسرائيلية خلال الأيام اللي فاتت. تراجع شديد طبعا في كافة قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة اللي فاتت.
صحيح، تفاصيل أكثر ونأخذ حضراتكم في قراءة مع دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. صباح الخير على حضرتك يا دكتور ماجد، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. وفي البداية يعني زي ما محمد ذكر في المقدمة، احنا بنتكلم في 6 مليار دولار عجز في ميزانية الكيان الإسرائيلي أمام دعم أمريكي بقيمة 14 مليار و100 مليون دولار. صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ محمد، تحياتي لحضراتكم والسادة المشاهدين الكرام. طبعا لو بصينا للمشهد هنلاقي المشهد صعب جدا، مأساوي، مفيش تكافؤ ما بين القوتين في هذه الحرب. دعم كبير من دول كثيرة، ليست الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما دول أخرى كثيرة تدعم الكيان الإسرائيلي. ومع ذلك يحقق الكيان الإسرائيلي خسائر في الأرواح، يحقق خسائر في الاقتصاد. زي ما تفضلتي حضرتك وقلتي، عجز في الميزانية 6 مليار، البورصة برضو حققت الانهيار وهبوط في أسعارها، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي. طب ده بيأثر على إسرائيل فقط هذه الحرب؟ هل تؤثر على إسرائيل بمفردها؟ لا، الحرب دي بتأثر على اقتصاديات دول العالم أجمع، بتأثر بشكل كبير جدا، خاصة أن العالم لم يتعافى بعد من جائحة كورونا اللي جت من فترة، ثم تلتها الحرب الروسية الأوكرانية، والآن الحرب ما بين إسرائيل وما بين حماس. وبالتالي كل المؤشرات الاقتصادية بتقول أن استمرار هذه الحرب في غير صالح دول العالم كلها. ليه؟ لأنها بتحقق بس لإسرائيل أهداف احنا عارفينها كلنا، ولكن بتضر بأولا الفلسطينيين زي ما احنا شايفين والمأساة اللي هم عايشين فيها، ثانيا بتضر باقتصاد دول العالم أجمع، لأن عدم استقرار أي منطقة في العالم بشكل كبير بيأثر على معدلات الاقتصاد، معدلات النمو العالمية، بيأثر على حجم التجارة الدولية، اللي ممكن كمان يأثر بشكل أكبر جدا مش بس على إسرائيل ولكن على اقتصاديات دول العالم. تطور هذه الحرب طول الفترة الزمنية ليها، أو سيناريو أسوأ من خلال تصعيد هذه الحرب ودخول أطراف أخرى فيها. طيب حضرتك، إزاي مع أن اللي بيحصل دلوقتي من دعم لإسرائيل ووقوف دول كثيرة جنب إسرائيل وعدم تكافؤ هذه القوى في الحرب مع الفلسطينيين، ده بيأثر بشكل كبير جدا على اقتصاديات العالم، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم اللي بيشهدها العالم، بالإضافة إلى ما يسمى بالركود التضخمي أو الكساد مع التضخم مجتمعين، أو يسمى مصطلح ستاكليشن. طيب لو نظرنا إلى المشهد وقلنا توقعات أو السيناريوهات اللي ممكن تتطور ليها هذه الحالة، هل سوف يتم السيطرة على هذه الأزمة الكبيرة وهذه الحرب الدموية؟ طب اسمح لي دكتور ماجد، يعني قبل ما اتكلم عن السيناريوهات الخاصة بالتداعيات الاقتصادية عالميا، يعني نتكلم على الداخل الإسرائيلي. هل شلل القطاعات الاقتصادية، توقف السياحة، توقف قطاعات كتيرة جدا داخل المجتمع الإسرائيلي، ده ممكن يكون من وجهة نظر حضرتك ورقة ضغط ما على صانع القرار في إسرائيل، على الحكومة الإسرائيلية، لأنه كلفة الحرب يوم بعد يوم بتزيد، ولا ده مش في اعتبارات أساسة في إسرائيل؟ الهدف من الحرب حضرتك هو هدف سياسي، إسرائيل تسعى إلى تحقيق مآربها، وبالتالي وجود هذا الدعم الكبير من الدول لإسرائيل بيخليها طبعا تقدر تصمد أكثر. بالإضافة لأن بدون شك أن استمرار الحرب بيأثر على إسرائيل بالسلب، وبنشوف على الشاشات مش بس انهيار للحالة النفسية للجنود، وإنما تأثر أيضا الحالة الاقتصادية. فاستمرار الحرب أو تصعيد الحرب بالتأكيد بيأثر على إسرائيل، خاصة أن إسرائيل بتصدر منتجات لدول في العالم، بالإضافة إلى أن إسرائيل لديها
ما يسمى بالسياحة الدينية. صحيح. وبالتالي بيأثر بشكل كبير على اقتصادها، بس المشكلة مش في التأثير، المشكلة ان الدعم اكبر من التأثير. بمعنى يعني شفنا الارقام، هنلاقي مثلا الولايات المتحدة الدعم الخاص بها مثلا لاسرائيل حتى الان ما يقرب من 14 او يمكن 16 مليار دولار. طب العجز قد ايه؟ العجز 6 مليار. فالدعم اكبر من العجز، اكثر من ضعف العجز في الميزانية. نعم فندم، أكثر من ضعف الميزانية، أكثر من يعني 14 طبعا. مليار والعجز 6 مليار، يعني أكثر من ضعف قيمة العجز طبعا. نفسها. يبقى ده يعني مؤشر إن فعلا التأثر كبير. ليه؟ لأن بدون شك إن الحرب لما بتبقى موجودة في أي منطقة الاستثمارات بتهرب منها. طبعا. حتى الاستثمارات المحلية ما بيبقاش فيه. ليه؟ لأن رأس المال بطبعه جبان، والحروب والقلاقل سواء السياسية أو العسكرية بتؤثر على الاستثمار والتنمية بشكل كبير جدا، وبتؤدي إلى تراجع معدلات النمو، تؤدي إلى انخفاض الاستثمار، تؤدي إلى حالة من التخوف والقلق وعدم وضوح الرؤية أو عدم وجود حالة من اليقين بأن هذه الحرب سوف تنتهي، متى سوف تنتهي هذه الحرب وإلى أي مدى سوف تصل، هذا شيء لا يعلمه إلا الله. ولكن التوقعات تقول أن كلما استمرت الحرب بشكل أكبر كلما أثرت على اقتصاد إسرائيل أكيد، ولكنها تؤثر أيضا على اقتصاد العالم مع اقتصاد إسرائيل، خاصة أن العالم الآن أصبح كقرية واحدة، بمعنى أن ما يحدث في الشمال يؤثر في الجنوب. صحيح. الحرب الروسية الأوكرانية أين هي وأين تأثير العالم وما مدى تأثر العالم بها؟ بكل تأكيد يا فندم، إن كل الحروب لها أثار سلبية وأثار دموية، وخاصة الحروب أيضا التي فيها عدم تكافؤ وأيضا يعني ظلم لبعض الشعوب. طيب دكتور ماجد، حضرتك أشرت خلال حديثك لنقطة هامة، وإنه الهدف بالنسبة للكيان الإسرائيلي هو هدف سياسي وهدف أمني، ولكن بعض القراءات تشير أيضا أن إسرائيل لها مآرب اقتصادية من قطاع غزة، وأنه ما يحدث له انعكاس اقتصادي بالنسبة أو فائدة اقتصادية بالنسبة للكيان الإسرائيلي. طبعا بدون شك كلام حضرتك صحيح 100%. دايما بنقول الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبالتالي طبعا أن الأهداف السياسية بداخلها مآرب اقتصادية وأهداف اقتصادية كبيرة بدون شك، ولكن حضرتك في ظل هذه الحرب الدائرة الآن وفي ظل ما نراه يحدث على الشاشات، لا شك أن الاقتصاد يتأثر بالسياسة، وبالتالي الخسائر اللي بيحققها الكيان الإسرائيلي تتزامن مع وجود حالة من الضغط على الميزانية، زيادة المخصصات العسكرية. لكن لو في رؤية يا فندم، لو في رؤية لاستغلال موارد قطاع غزة على سبيل المثال حسب هذه القراءات، فبالنسبة لهذا الكيان الإسرائيلي فهي يعني مفيدة، أو نقول الوضع أنه هو يحتاج أن احنا نغامر. إسرائيل تعني إسرائيل حضرتك؟ طبعا بدون شك، لأن الأهداف مزدوجة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، الأهداف سياسية وأيضا اقتصادية، وبالتالي طبعا في إصرار، وإحنا شايفين الحالة والتصعيد والحصار وما إلى ذلك، كل ده بيدل على أن الأهداف السياسية داخلها مصالح اقتصادية لإسرائيل من الاستحواذ على غزة وهذه المذبحة. وبالتالي طبعا الأهداف الاقتصادية تحقيقها من خلال السياسة هو أمر وارد وبيحصل في دول كثيرة جدا، وأيضا ما يحدث في إسرائيل من خسائر في الاقتصاد تعوضها دول كثيرة بدعم لإسرائيل، بيخلي إسرائيل تقدر أنها تصمد أكثر عشان تحقق الأهداف السياسية والأهداف أيضا الاقتصادية اللي هي عايزة. التأثير كمان دكتور ماجد مش بس بيطال قطاع غزة، بيطال كمان الضفة الغربية والجانب الآخر كمان. احنا بنتكلم على عمالة عربية بتعمل هناك، أخبار بتتحدث عن وقف العمالة العربية تماما داخل الأراضي الإسرائيلية، واللجوء إلى عمالة أخرى من شرق آسيا بشكل كبير. ففي مشكلة كبيرة جدا كمان في العمالة، ممكن يرفع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية. طبعا كلام حضرتك سليم تماما، لأن
عدم اللجوء أو الاستغناء عن العمالة العربية وإحلالها بأي عمالة من جنسيات أخرى، ده بيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وأيضا زيادة معدلات الفقر، نتيجة أن اللي كانوا بيشتغلوا دول العمالة دي كانت بيعولوا نفسهم أو بيعولوا أسرهم، وبالتالي عدم وجود دخول لهذه العمالة والاستغناء عنها بيرفع من معدلات البطالة وبيزود من معدلات الفقر. وزي ما قلت في الأول إن ده كله بينعكس على معدلات التنمية والمؤشرات الاقتصادية الكلية وأداء الاقتصاد، وللأسف الشديد إن ده مش بيضر إسرائيل بس لكن بيضر دول كثيرة جدا جدا في العالم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، نشكرك يا فندم على كل هذه الإيضاحات. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء، موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع زميلتنا لمياء حمدين. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. وخلال الاتصال استعرض الرئيس السيسي جهود مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وذلك في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة وكذلك إجلاء الرعايا الأجانب. من جانبه أعرب المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكدا موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات. كما بحث الزعيمان أيضا سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث شدد الرئيس السيسي على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن موقف مصر منذ بداية الأزمة في غزة واضح ويدين استهداف المدنيين. وخلال إلقائه كلمة مصر أمام مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، أشار شكري إلى أن استهداف المدنيين أودى بحياة ما يزيد عن 10,000 مدني وترويع وتشريد وتهجير لمليوني مدني فلسطيني من أراضيهم. كما شدد شكري على أن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، وأشار إلى أن نزوح المدنيين في قطاع غزة إلى جنوبه ليس تطورا إيجابيا بل هو استمرارا لمخالفة القانون الدولي الإنساني. وأكد وزير الخارجية ضرورة أن يسمي المجتمع الدولي الأمور بمسمياتها وأن يحمل كل من اقترف ممارسات مشينة مسؤوليته، كما اعتبر أن فتح ممر آمن لانتقال المدنيين في غزة إلى الجنوب ليس تطورا إيجابيا بل استمرارا للتهجير الممنهج والمخالف للقانون الدولي الإنساني. حذرت الأمم المتحدة من أن الصدمة التي أحدثها التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ستدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفقر، محذرة من آثار طويلة المدى في غزة والضفة الغربية المحتلة. وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير ارتفاع معدل الفقر في قطاع غزة والضفة الغربية من 26.7 إلى 31.9%، ويعني ذلك زيادة 285 ألف شخص إلى عدد الفقراء الذي كان يقدر بنحو 1.5 مليون قبل التصعيد. وبحسب التقرير قد تبلغ نسبة الفقر 35.8% إذا استمرت الحرب شهرا إضافيا، وإلى 38.8% إذا استمرت شهرين إضافيين. أعلنت قوات الحوثي إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية نحو جنوب إسرائيل في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات نفذتها منذ بداية التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وذكرت قوات الحوثي في بيان أن العملية حققت أهدافها بنجاح وأدت إلى إصابة مباشرة في الأهداف المحددة. من جانبه أفاد جيش الاحتلال بأن صاروخا أطلق باتجاه إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر.
أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على تنفيذ هدن يومية لأربع ساعات في شمال غزة لأغراض إنسانية، مع استبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أي إمكانية لوقف إطلاق النار بشكل كامل. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الهدن خطوات مهمة إلى الأمام في وقت تشهد مدينة غزة بشمال القطاع معارك عنيفة. وأضاف أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات. قالت مديرة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كوينان بارك إن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يفتقرون لما يكفي من الغذاء، ويواجهون سوء التغذية بعد شهر من حصار مهلك تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني. وأضافت المسؤولة الأممية أنه قبل 7 أكتوبر الماضي كان 33% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مضيفة أنه يمكنها القول أن 100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي في هذه اللحظة. وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 112 مليون دولار ليتمكن من الوصول إلى 1.1 مليون شخص في غزة في 90 يوما المقبلة. قال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول أن البنك لن يتجاهل التشديد الكبير في الأوضاع المالية الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات، لافتا إلى أنه لا رابط مباشرا بين ذلك أو أي إجراء متعلق بالسياسة النقدية. وأضاف باول في فعالية لصندوق النقد الدولي أن البنك المركزي الأمريكي لا يريد الإفراط في تشديد السياسة النقدية، مشددا على أن أكبر خطأ قد يرتكبونه هو الفشل في السيطرة على التضخم. وأشار إلى أن المركزي الأمريكي ما يزال يحاول تحديد ما إذا كان بحاجة إلى فعل المزيد لكبح جماح التضخم، ليدرس بعدها المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة. مشاهدينا، انتهى موجز 8 ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. بكرة هتنعقد القمة العربية الطارئة اللي بتستضيفها الرياض عشان توصل أو محاولة توصل لموقف عربي موحد ضد التصعيد الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اللي بيعاني من قصف متواصل واستهداف المدنيين في القطاع. بالتأكيد جمانة، الموقف المصري موقف ثابت، ومصر لها دور كبير في هذه القمة باعتبارها حاضنة للقضية الفلسطينية، وباعتبار القضية الفلسطينية هي قضية القضايا المركزية للدولة المصرية، اتصالات وتحركات مكثفة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. خلونا نتعرف مع حضراتكم في الفقرة دي عن قمة الرياض الطارئة اللي هتنعقد غدا والدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية. معنا في الاستوديو سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، اهلا بحضرتك بالساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. صباح الخير. قمه بتنعقد في وقت شديد الاهميه، توقعات حضرتك لهذه القمه ومخرجات هذه القمه، قمه الرياض غدا. طبعا هذه القمه نعتقد يعني بتنعقد في توقيت في غايه الاهميه في ظل التطورات اللي بتشهدها قطاع غزه، وليس فقط قطاع غزه في الواقع وانما ايضا الضفه الغربيه. القمة في واقع الأمر في تقديري الشخصي ربما يكون هناك رؤية يتم التوافق عليها من جانب الدول العربية، خاصة وأننا قد جاء بناء على طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وأود أن أشير هنا إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن أمير دولة قطر بيزور القاهرة الآن، وهناك حديث عن وجود هنية وخالد مشعل معه، وهذا أمر له دلالة هامة فيما يتعلق بالحديث عن للأسف الشديد ما يقال عن مستقبل غزة بعد هذه الأحداث. وهذا الأمر أعتقد في تقديري الشخصي يجب أن يكون محل بحث، لأن الحديث عن مستقبل غزة بعد هذه الأحداث أو التطورات يعني أن هناك شيئا ما سيتم تغييره في غزة، وهذا أمر في تقديري يجب أن يكون مرفوضا رفضا تاما، باعتبار أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي من المنتظر أن يتم إنشائها ونتوقع إنشائها في إطار حل الدولتين. فيما يتعلق بالقمة، أنا أعتقد برضو هذه الزيارة الخاصة من جانب أمير دولة قطر
ومعه هنية وحماس هنية وخالد مشعل ربما له صلة بعملية تصفية الخلافات ما بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية وانتفاء صفة الإرهاب عن حماس، باعتبار أن ما تم في هذه المرحلة من جانب حماس هو رد فعل على التطورات التي شهدتها الضفة الغربية على مدى عقود، وكان آخرها الاعتداء أو الانتهاكات التي حدثت الأماكن المقدسة وخاصة المسجد الأقصى، والتسمية اسمها تسمية طوفان الأقصى. فإذا العملية ليست مرتبطة بالإرهاب، وإنما مرتبطة بمقاومة مشروعة ضد دولة الاحتلال. وبالتالي الحديث أيضا عن الدفاع عن النفس كما تحدثت إسرائيل وكما تحدث الغرب عموما وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية هو برضو حديث ليس سليما، لأن الدفاع عن النفس في حالة إسرائيل ووجود دولة احتلال هذا أمر غير وارد. دولة الاحتلال ليس لها حق في الدفاع عن النفس في موجات مقاومة مشروعة. أعتقد هذه المفاهيم ستكون في القمة حتى يكون هناك رؤية أعتقد تتسق تماما مع رؤية مصر فيما عقدته أثناء مؤتمر القمة الإقليمي والدولي للسلام. القاهرة للسلام. وهذه القمة التي عقدت في القاهرة كان هناك رؤية شاملة لما يجري وتصور لخريطة طريق يمكن أن ينتهي تنهي هذا النزاع. كانت بتقوم أساسا على وقف إطلاق النار أولا وفتح الممرات الإنسانية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل دائم ومنتظم، وفي نفس الوقت يمكن في هذه القمة العربية الآن يطرح حل مشكلة الأسرى ومشكلة الرهائن في هذا الإطار، ثم بعد ذلك نتحدث عن المسار السياسي الخاص بإقامة دولتين، بإقامة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. ثم أيضا أعتقد سيضاف في هذه القمة بند آخر يتعلق بإعادة البناء والإعمار. المطلوب حقيقة في هذه القمة على ضوء ما ذكرته هو موقف عربي واحد، موقف عربي موحد قوي يتم فيه طرح هذه الرؤية، وأن هناك بالضرورة تكون هناك أوراق ضغط من جانب الدول العربية ممكن الحديث عنها أيضا، وهذه الأوراق ليست فقط من الجانب العربي وإنما سيكون هناك يعني أوراق ضغط أخرى على المستوى الإقليمي والدولي. بكل تأكيد يعني الحقيقة مع تصاعد القصف على قطاع غزة ثم بدء الاجتياح أو التوغل البري، يعني حتى المصطلحات حتى الآن هم الكيان الإسرائيلي متذبذب حولها، ولكن أيا كان إن كان توغل أو اجتياح بري هناك أمور كثيرة يعني على المحك. برأي حضرتك هذه القمة الطارئة، القمة العربية الطارئة التي ستقام غدا في العاصمة السعودية الرياض، إيه المختلف اللي ممكن تقدمه؟ هل يمكن أن نرى أوراق ضغط يتم وضعها على الطاولة؟ ما المختلف الذي يمكن أن تقدمه هذه القمة؟ طبعا العلاقات أعتقد أن أوراق الضغط ممكن أن تكون أولا على المستوى العربي، هناك أوراق ضغط هو الموقف العربي الموحد الذي يقوم على أن ما قامت به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس وإنما تجاوزت حتى حق الدفاع عن النفس ووصلت به إلى حد العقاب الجماعي وأيضا الإبادة الجماعية. الحديث عن التهجير القسري والنزوح القسري هذه أمور تم وأدها في واقع الأمر من جانب مصر بصفة خاصة والأردن ومنظمة التحرير الفلسطيني. إذن هذا أحد الأمور، أننا بضحض ما يقال عن الدفاع الشرعي لأن ما حدث حتى الآن ليس بدفاع شرعي، وما كما أشرت أن هناك أن إسرائيل دولة احتلال ودولة الاحتلال ليس لها حق الدفاع الشرعي في مواجهة مقاومة مشروعة. النقطة الثانية أيضا هي أن الدول العربية التي قامت بالتطبيع مؤخرا مع إسرائيل يمكنها أن تتخذ موقفا تجاه هذا التطبيع، وأيضا في إطار أيضا تضامن عربي مع الدول التي لها علاقات مع إسرائيل من قبل، وأيضا يمكن في هذا الصدد أن يكون هناك تعاون من بعض الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية فيما يتعلق بموقفها من العلاقات مع إسرائيل، مثل دول قطعت علاقات في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال ودول استدعت السفراء.
كل هذه أمور يمكن أن تكون أوراق ضغط. نقطة أخرى، هناك استناد لقرارات الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة عندما تحدثت عن الأوضاع وتطوراتها في غزة، وكان هناك من الواضح يعني موقف ضد إسرائيل بشكل علني، وهناك تصريحات من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة قوية في هذا الصدد. أيضا ممكن أن يكون هناك ضغوط أكثر من ذلك من خلال الرأي العام الإقليمي والدولي. نحن نشهد مظاهرات تجتاح كثير من دول العالم سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بل أيضا داخل إسرائيل، بل أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تتعاون مع الولايات المتحدة في تواطؤها مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد كل هذه الأمور أوراق ضغط، ويمكن النظر في تصعيد هذا الأمر أيضا إذا لم يكن هناك استجابة من جانب إسرائيل، إلى حد أن يكون هناك موقف فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية التي يمكن أن تمارس في هذا الصدد. لكن كل ما أود أن أشير إليه في هذا الإطار هو أن يكون هناك موقفا عربيا قويا وموحدا، لأن الحقيقة هو بصراحة شديدة هناك مواقف لبعض الدول العربية لا تقف على النحو المنشود والمطلوب في مثل هذه الظروف. طب سعادة السفير، أهمية أن يكون هناك صوت عربي واحد وتكتل عربي واحد مهم جدا، يعني عالميا أو دوليا العالم يتابع أيضا ما هو الموقف العربي وكيف سيتضامن مع القضية الفلسطينية. هناك دائما حديث عن فتح أفاق لحلول سياسية، لأنه القضية بشكل أساسي ترتكز على فكرة حل الدولتين. إلى أي مدى يمكن التأكيد على هذا الحل، حل الدولتين في هذه القمة، وخصوصا أنه في تاريخ القمم العربية هناك مبادرة السلام العربية، يعني هناك مبادرة تبنتها كل القمم العربية السابقة، التركيز على الجوهر الصراع وهو حل الدولتين، كيف يمكن تقديم هذه الرسالة من خلال قمة الرياض غدا؟ كما أشرت في حديثي أن هناك رؤية مصرية أعتقد هي التي ستكون محل نظر، وأعتقد ستكون محل توافق إن لم يكن موافقة وليست مجرد توافق عليها. هذه الرؤية أو هذه الخريطة الطريق كما أشرت كانت في مؤتمر القمة الإقليمي والدولي للسلام الذي جاءت إليه القاهرة، وله أربع محاور. محور يتعلق بوقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، تسوية المشاكل الخاصة بالرهائن وخلافه، ثم محور يتعلق بحل الدولتين، وربما يضاف في هذه القمة موضوع إعادة الإعمار والبناء. إذا حل الدولتين أعتقد يعني هناك تقريبا إجماع إقليمي ودولي سواء من الدول العربية أو غير العربية بما فيها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المتضامنة معها في هذا الأمر. فحل الدولتين لا خلاف عليه، ولكن هناك بالقطع مخططات نحن نلمسها في محاولة من جانب إسرائيل بصفة خاصة، سواء فيما قامت به من إجراءات في الضفة الغربية على مدى عقود، وأيضا العملية الخاصة بغزة من شأنها محاولة تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي القضاء على حل الدولتين. واقع الأمر أود أن أشير طبعا إلى أن ما قامت به إسرائيل في الضفة الغربية على مدى عقود هو نوع من إرهاب الدولة، لأن بناء المستوطنات على سبيل المثال، تهويد القدس، التمييز العنصري، الفصل العنصري، نزع الممتلكات، هدم البيوت، طرد السكان، القبض، الاعتقالات، حتى من جانب أطفال وقتل أطفال وأبرياء، كل هذه تدخل في إطار إرهاب الدولة. فإذا كانت حماس يعني متهمة بالإرهاب، فإسرائيل أيضا متهمة بإرهاب الدولة. وأنا أعتقد في هذا الإطار في القمة سيكون هناك رؤية، وأيضا من خلال الزيارة التي يقوم بها أمير دولة قطر ومعه حماس ومعه هنية وخالد مشعل، أعتقد سيكون هناك لقاء وتنظيم ولقاءات مع منظمة التحرير الفلسطينية ربما قبيل القمة حتى تنتفي صفة الإرهاب عن حماس، وتكون هناك نوع من المصالحة والتوافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة على تفويت أي فرصة على محاولة إسرائيل وربما بشكل غير معلن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول على تصفية القضية الفلسطينية بدعوى أن حماس إرهابية
وتمارس الإرهاب، وأن ما جرى في هذا الصدد كان في هذا الإطار، وإنما يجب أن يكون ننظر إليها في إطار أنها مقاومة مشروعة ضد دولة احتلال. أنا أعتقد أن القمة العربية بتنعقد عليها الأمال بشكل كبير في اتخاذ خطوات جادة وبناءة نحو وضع خريطة طريق تقوم على أساس وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر، إدخال المساعدات الإنسانية بشكل دائم ومستمر، حل القضايا العالقة في نفس الوقت سواء كانت الرهائن أو الأسرى أو غيرهم، ثم النظر في عقد مؤتمر للسلام يتعلق بإقامة الدولتين وإعادة البناء والإعمار، كل هذا في إطار فترة زمنية يتم التوافق عليها حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت وكسب الوقت بوقف إطلاق النار وحل المشاكل العالقة والأوضاع الإنسانية، ويبدأ الحديث عن ما بعد غزة. سعادة السفير، يعني يقال أنه من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بتكراره، والمشهد في غزة الحقيقة ليه دلالات كتير جدا، وأعتقد أنه بقى واضح للجميع أنه الفريق الغربي بيدعم بعضه البعض حتى لو كان على باطل، لأنه بكل تأكيد بيحدث في غزة هو باطل. سؤال حضرتك هنا أو سؤال يمكن الشعوب العربية، متى يمكن أن نرى موقف عربي موحد؟ طبعا يعني السؤال بيتكرر كثيرا، والمسألة هي تتوقف على الحكومات العربية بمنتهى الصراحة، وكما أشرت أن هناك بعض الدول العربية للأسف الشديد ليست على المستوى المنشود أو حتى على مستوى ما تأمله شعوب الدول العربية بما فيها شعوب هذه الدول. هناك مواقف نأمل أن مؤتمر القمة العربي الحالي سينعقد قريبا يعني يكون مؤتمرا لوحدة الصف ووحدة الرأي ووحدة الرؤية ووحدة المواقف واتخاذ قرارات قوية في مواجهة هذه التطورات التي يجب علينا جميعا أن نتضافر معا في دعم هذا الموقف ودفعه، باعتبار أنه سيكون موقفا لا يمثل الحكومات العربية وإنما يمثل الشعوب العربية. صحيح. ويمثل الرأي العام الدولي سواء ممثلا في الجمعية العامة أو ممثلا في المظاهرات التي اجتاحت العالم وما زالت تجتاح وبشكل متنامي ومتصاعد حتى داخل الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل كما أشرت. طب سعادة السفير، مع حرب غزة الأخيرة في متغير جديد فيما يتعلق ما يدور داخل الدوائر الإسرائيلية، سيناريو التهجير، وده كان من اليوم الأول في رفض مصري قاطع للتهجير لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو على حساب الأردن في الضفة الغربية، وفي توافق مصري أردني عربي، وشفنا بيان الدول التسعة بيرفض تماما فكرة التهجير كحل لفكرة الوطن البديل. هذا البند شايفه إزاي فنم في القمة التي ستنعقد غدا، والتوحد العربي وأهمية إيصال صوت عربي واحد يرفض مثل هذه السيناريوهات؟ أنا أعتقد أن مصر والأردن وبعض الدول، مصر والأردن بصفة خاصة، نجحت في وقت هذه الرؤية، التهجير القسري والنزوح القسري والعقاب الجماعي وتصفية القضية الفلسطينية منذ البداية، وكان موقف مصر في هذا الصدد واضحا جدا بأن النزوح القسري والتهجير القسري هو نوع من الإبادة الجماعية، أيضا العقاب الجماعي هو نوع من الإبادة الجماعية، وبالتالي تم رفض كل هذه المقترحات. حتى الحديث عن بعض ما بعد غزة وإنشاء منطقة عازلة آمنة على جزء من الضفة مع جزء من غزة، هذا أمر أيضا مرفوض، لأن المسألة أن هناك أراضي فلسطينية عليها شعب فلسطيني لا يمكن التفريط في أي شبر من هذه الأراضي، خاصة وأن هناك أراضي فلسطينية تم إنشاء مستوطنات عليها، فهذا الأمر مرفوض تماما. وأنا أعتقد أن الدول كثيرة في العالم، ربما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية، ليست على هذا الرأي، وأنها اقتنعت تماما بالموقف المصري المحوري في التضامن طبعا مع الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، في أن ما بعد غزة هو أمر لا يجب بحثه على أساس أي مقترحات تنتقص من حق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في أرضه كاملة. سعادة السفير، بالإشارة لدور المصري تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث طبعا مؤخرا في قطاع غزة، لو تخيلنا كده أنه مصر لم تضغط
ولم تستخدم أدواتها الدبلوماسية، شكل الوضع الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كان هيبقى عامل إزاي؟ كان إيه هيبقى الوضع؟ لا، هو وضع وضع منهار تماما، وضع غير إنساني، وضع لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. ولولا الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بجميع محاورها بما فيها المحور الإنساني طبعا، لأن المحور الإنساني مصر ما زالت حتى الآن يعني كان ممكن حد يقوم بهذا الدور؟ لا ما أعتقدش، ما أعتقدش حتى في القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي الدولة التي يعني تتولاها بكل قوة وبكل أمانة وكل صدق وبكافة الطرق والوسائل التي تحافظ على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني. كل ما هو مطلوب من الدول الأخرى وخاصة الدول العربية ذات التأثير على مجريات الأمور الإقليمية والدولية أن يكون موقفها على المستوى المنشود، على المستوى الذي يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حقه في إقامة دولته، حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أنا أعتقد أن مؤتمر القمة القادم على ضوء ما ذكرته تنعقد عليه الأمال بشكل كبير جدا، وخاصة أن مصر عليها مسؤولية الاطلاع وتواصل الاطلاع بدورها المحوري الذي يؤكد على محافظة على حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته وإنهاء وضع دولة الاحتلال بشكل كامل، وأيضا أن يكون هناك دولة فلسطينية قائمة حتى يتم تسوية القضية الفلسطينية وكل ما يثير وأيضا الأمن وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. والحقيقة يعني يمكن هنا لابد أن نشير إلى ما تتمتع به إسرائيل من إمكانيات نووية، يعني هذا الأمر أعتقد سيكون ويجب أن يكون محل بحث في القمة، لأن كان هناك تهديد صريح صحيح واضح من جانب أحد كبار الوزراء الإسرائيليين بإمكانية استخدام السلاح النووي، وهذا التصريح يؤكد أولا أنها تمتلك سلاح صحيح نووي، هي في نفس الوقت ليست موقعة على اتفاقية منع الانتشار النووي، وهذا التصريح يعني أن نية الإبادة الجماعية موجودة اللي هي كانت واضحة فيما يتعلق بالتهجير القسري والنزوح القسري واتخاذ وطن بديل في مصر أو في الأردن. كل هذه الأمور أعتقد ستكون من النقاط التي ستبحث في القمة صحيح. ويجب أن تبحث ويجب أن يكون هناك موقف واضح بشأنها. ده بيكشف كمان للرأي العام العالمي امتلاك يعني إسرائيل للقدرات النووية اللي بتنفي امتلاكها للقنابل النووية على مدى فترات طويلة من الزمن. هل ممكن نشوف كمان دعوات ما أو بنود ما تتحدث عن محاسبة إسرائيل؟ لأن احنا بنتكلم على جرائم يعني ترتكب بموجب القانون الدولي والإنساني، هي جرائم حرب بامتياز يعني. هل يمكن أن يكون هناك بنود ما، دعوات ما لمحاسبة إسرائيل؟ لأنه لن تمر إسرائيل أظن بفعلتها مرور الكرام. احنا بنتحدث عن 10,000 شهيد سقطوا في شهر واحد. وطبعا هذه القضية الخاصة بالعدالة والمحاسبة يعني هناك يعني أولا دور وتحركات من جانب منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الشأن، وأعتقد أن هذا الدور سيتواصل فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وأعتقد أن حصل زيارة من جانب المحكمة الجنائية على مستوى رفيع، وكان هناك حديث وتصريحات في هذا الشأن وكانت بتؤكد على إدانة لإسرائيل. هناك أيضا منظمات إقليمية ودولية معروفة على المستوى الدولي والإقليمي وثقت هذه الانتهاكات وطالبت أيضا بمعاقبة إسرائيل. لكن أنا أعتقد في مؤتمر القمة يمكن لن يكون هناك تطرق لهذا الأمر باعتبار أن المسائل العاجلة يعني ستبحث فيها، وهذا الأمر متروك لما بعد في مرحلة الحقيقة لكن خارج نطاق العربي، وإنما ممكن يكون من في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بدعم عربي سواء في جنيف في لجنة حقوق الإنسان، سواء في المحكمة الجنائية الدولية، في الأمم المتحدة، لأن هذه هي الهيئات والمنظمات المعنية
بمثل هذه الأمور. على أي حال سعادة السفير، يعني إحنا بانتظار طبعا مخرجات هذه القمة، القمة العربية الطارئة المقامة في العاصمة السعودية الرياض، نأمل أن تكون هذه المخرجات على قدر أوجاعنا بما يحدث في قطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة، وأيضا تلبي يعني نداء ودعوات أهالينا في قطاع غزة. بشكر حضرتك جزيل الشكر السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. نورتنا يا فندم، بنشكر حضرتك. لسه صباح الخير يا مصر مستمر مع حضراتكم، نروح لفاصل ونرجع من بعد ونكمل باقي فقرات صباح الخير، خليكم معنا. انقسامات متزايدة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدم توافق مع الأجهزة الأمنية فيما يخص العملية العسكرية الجارية في غزة وتأثيرها على الداخل الإسرائيلي. علشان كده إسرائيل فشلت حتى الآن في تحقيق أي هدف أعلنت عنه منذ بداية الدخول البري إلى قطاع غزة. مفيش أي حاجة تحققت غير قتل حوالي أكثر من 10,000 مدني فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر حول ما يجري في الداخل الإسرائيلي مع اللواء عادل عمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. ويعني بعد التحية، لو حضرتك بنتكلم عن هذه الخلافات، سبب هذه الخلافات، سبب هذا الانقسام، وبنرى حتى تصريحات مختلفة إن كان من بنيامين نتنياهو أو من جالنت، يعني تصريحات مختلفة في أوقات في نفس التوقيت تقريبا، شايف حضرتك هذا المشهد إزاي، ومن يد من له اليد العليا داخل هذه القيادة، قيادة الاحتلال الإسرائيلي؟ أهلا وسهلا أستاذ جمانة، أهلا أستاذ محمد، طبعا برحب بحضراتكم بالسادة المشاهدين. يمكن هناك عدة انقسامات داخل الكيان الإسرائيلي، أعتقد أنها واضحة وجلية من خلال استقالة ثلاثة وزراء في البداية على أعقاب يعني العمليات العسكرية التي كانت بتنفذها إسرائيل في القطاع. التصريح الأخير اللي خرج به وزير الآثار يعتبر تصريح مستفز، وبيأكد على اتورط بمعنى صح إسرائيل وشهر بها، وبالتالي تتعالت النداءات بوجوب إدراج إسرائيل في أو توقيعها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأوقعها في مشكلة بالنسبة لهم، فده عدم توافق بين العناصر بعضها البعض داخل الحكومة، اللي في استهجان من الجنود، والدليل انهم وصل لحد التطاول والسب لنتنياهو ولبعض القاده. ازمات اقتصاديه هائله داخل اسرائيل، ويمكن حضراتكم تناولتوها منذ قليل في احد المداخلات، ووضح فيها يعني التصنيف السلبي، الائتمان السلبي طبق الوكالات المعنيه سواء مودز او ستاندرد اند بوز. التكلفه الكبيره جدا للحرب حتى الان يعني تقريبا 276 مليون دولار يوميا، ورابط 55 مليار دولار اجمالي على خسائر الحرب او كلفه الحرب حتى الان. التعبئه الهائله، وده جزء ما حدش بيتطرق اليه، معظم الاسرائيليين غيرنا يعني كلهم مجندين، او يعني فلما تجي تعبئي 300,000 او ما يزيد، وبالتالي دول تركوا وظائفهم وتركوا اعمالهم ودخلوا في الحياه العسكريه او العمليات العسكريه، فبالتالي اعمالهم تعطلت، فالانتاج توقف بالكامل، ودي يعني ازمه اقتصاديه كبيره جدا. يعني اعتقد انها بتكون سبب رئيسي في انهيار الاقتصاد، وده اللي صرح به وزير الماليه اكثر من مره، وقال ان وجوب تعديل ميزانيه 2023 24 لهذا السبب يعني. بالإضافة إلى أهالي المحتجزين والرهائن اللي حجزهم حماس عندها قرابة 224 واحد، يمكن خرج أربعة ومات حوالي 56 حتى الآن طبقا للتصريحات اللي أعلنها كثير من، وخصوصا البيان العسكري اللي أعلنه المتحدث باسم حماس. ردود الفعل في عواصم العالم المختلفة ورد فعل دولي، يمكن كل عواصم العالم مستنفرة دلوقتي ضد التجاوزات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، ويمكن حتى شفنا منذ قليل يعني كوريا بتنزل فيها مظاهرات من الكوريين ضد التجاوزات الاسرائيليه، اذا العالم كله اجمع اصبح لديه رغبه في ايقاف القتال وعمل هدنه. ناتي الى الهدنه. انا كنت عايز بس اسال حضرتك فيما يتعلق بالداخل الاسرائيلي، انه في برضه احنا بنشوف او تابعنا خلال الايام الماضيه تظاهرات كثيره جدا بتجتاح الشارع الاسرائيلي للضغط على حكومه نتنياهو، مطالبته بالاستقاله، الحديث انه يجب اعاده وارجاع ابنائنا الاسرائيليين من قطاع غزه مره اخرى، هذا الضغط الشعبي الى جانب حاله من حالات عدم التوازن داخل المؤسسه الاسرائيليه، احنا بنتكلم على جناح الجيش وجناح الاداره والحكومه الاسرائيليه في انقسامات،
فشايف ده ازاي يا فندم وتأثيره على صنع القرار السياسي داخل إسرائيل؟ ما القرار متخبط، لأن نتنياهو يعلم جيدا أنه سيحاسب، يعني تنتهي ولاية، يعني سيقال ويحاسب، يعني فبالتالي هو بيتخذ ما من شأنه من إجراءات أنه يحاول بالنهاية أنه هو يخرج بنهاية إيجابية أو يحقق هدفه المعلن اللي هو أعلنه منذ البداية لقضاء على حماس، وده بالتالي صعب، يعني مش هتقدر يعني تلغي حماس مره واحده، يعني حماس مش نقطه وهتزال، ده بالعكس دي كيانات ممتده، والشواهد اللي اتقالت ان في مليون حماس ثاني طالعين او 300 مليون ثاني طالعين من الاطفال الصغيرين اللي شافوا كل الاهاول ده والتجاوزات اللي ارتكبت في حقهم، فانت بتولد عناصر كرهاك بطبيعه يعني مستمره مدى الحياه الابعد الابد الابدين، طالما لا زالت هذه الاجيال موجوده وشافت بعينيها ورؤيه العين وتعرضت للقصف، تعرضت للقتل، واخواتها تعرضوا للموت امامهم واسرهم تعرضوا لهذا الكلام، فبالتالي مش هتلاقي ابدا حد راغب فيك كنتنياهو يعني، فبالتالي هو بيحاول يحقق نجاحات عشان الداخل الاسرائيلي يرضى ولو بالقليل عنه او يخفف حده المحاسبه بالنسبه له، ده جزء كبير جدا بيأثر على اتخاذ القرار والتخبط الواضح اللي فيه داخل اسرائيل. انا كنت يعني بحابب اوضح بس انه الخلاف اللي المعلن او المعلن بين اسرائيل وبين القوات المسلحه وبين نتنياهو فيما يتعلق بفكره الاجتياح، يعني انا شايف ان نتنياهو يعني يطلب تفريغ القطاع من الجزء الشمالي منه باستكمال قذيفات جويه ونيرانيه وكثير من المحددات اللي ممكن يستخدمها على الجزء الشمالي من القطاع، وبالتالي يعني بيبقى في محاوله نزوح جماعي للعناصر، والنزوح الجماعي ده بيطلع في اتجاه الجنوب، وده اللي بيستهدفه نتنياهو، تفريغ الشمال من كل مقاوماته ومن كل حاضنيه في اتجاه الجنوب، وعمل فصل كده في النص من القطاع اللي هو الاجتياح المحدود اللي عمله في وادي غزه او خلف مدينه غزه القديمه تحديدا. في خريطه انا يمكن ارسلتها كنت حابب انها تتعرض على الشاشه عن تتضح عشان موجوده معانا يا فندم مدى الاختراق او شكله. الاختراق في المنتصف بالظبط تحت مدينه غزه في اتجاه وادي غزه بيقطع الشمال عن الجنوب، وده الخريطه تبقى معانا حالا يا فندم عشان برضو الساده المشاهدين يكونوا مستوعبين لحضرتك بتشرحه. هي خريطه دلوقتي معانا على شايفين تمام، ده الجزء اللي فوق ده قصفات جويه موجوده يا فندم اللي هي الاحمر في الاصفر، ده الجزء الشمالي من القطاع، ده هو ده اللي بيستهدفه نتنياهو، تفريغ الجزء الشمالي ده من حاضنيه او من الناس اللي فيه، وبالتالي عند كلمه وادي غزه ده الاجتياح البري اللي عمله الاجتياح المحدود وصل منه الى البحر المتوسط، يعني دخل من كلمه فلسطين المحتله كده كهجوم رئيسي وفصل الشمال عن الجنوب، وبالتالي بيعمل هدنه النهارده اربع ساعات عشان الجزئيه دي، يدي مسار امن للعناصر الموجوده في الشمال انها تتفرغ اتجاه الجنوب، ولما سمح بدخول المساعدات سمح بدخول معبر رفح للجنوب فقط لا غير، ويمكن السيد رئيس وزراء فلسطين بالامس في مؤتمر باريس اكد ان يجب ان يكون المساعدات الى الجميع وليس للجنوب فقط لا غير، ده تهجير مشرع، يعني عشان يهجر الشمال الى الجنوب ويجبر على انه يجد المأوى والعتاد والمساعدات والاكل والعلاج ويقصف الجنوب بالمناسبه برضه الجنوب ليس امن ايضا. ايوه هو ليس امن بالصوره الكافيه، لكن بتكلم على انه على الاقل اقل حته من الشمال، الشمال فيش بحضرتك القاذفات الجويه والاستخدام الكبير جدا، وهو حتى قال لما قال عامل هدنه هعمل هدنه في الشمال فقط لا غير عشان يدي فرصه. طب وبالحديث عن الهدنه يا فندم، يعني هو جون كيربي المتحدث باسم الامن القومي بالبيت الابيض بالفعل اعلن انه يعني هناك هدنه وفترات توقف في القتال، لكن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي خرج وقال انه ما فيش اي اتفاق بشان الهدنه. لا يا فندم، ما هو الفكره فكره ايه؟ هو بيدي ايحاء بس للعناصر انها تتحرك، لا في هدنه، في هدنه اربع ساعات، المنظور اللي هو عايز يستخدمه انه يوصل رساله طمانه للناس انها تتحرك، وعايز يفرغهم من الشمال باي طريقه، فبيدي لهم مرغبات انهم يتحركوا، مش هنضرب نار نتحرك، وهم متحركين بيستخدم هذا الكلام ده على مدار الخمس ايام اللي فاتوا او الست ايام اللي فاتوا، بس هم متحركين برضه سياده اللواء، يعني لما بيشوف حاله الخروج الى الجنوب بيحصل ضرب عليهم كمان، يعني بيحصل ضرب واستهداف حتى للمدنيين اللي بيتوجهوا الى الجنوب. ايوه بالظبط، عشان ما يرجعش بحق العوده او فكره الرجوع مره ثانيه ما تحصلش. تمام، بنشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء عادل العمده المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات الاستراتيجيه، نورتنا يا فندم. ولسه مكملين مع حضراتكم عن حديثنا فيما يحدث من تصعيد غشم في قطاع غزه.
نروح لإيطاليا. إيطاليا أعلنت إرسال سفينة مستشفى مجهزة كمستشفى لاستقبال المصابين في غزة، ده طبعا بعد تدهور الأوضاع الصحية في القطاع بشكل كبير وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة نتيجة القصف المستمر والعدوان الغاشم من قوات الاحتلال. خلونا نعرف تفاصيل أكتر جمانة عن الأوضاع الطبية وسفينة مستشفى فولكانو الإيطالية. إيه تفاصيل هذه المستشفى اللي هتكون مستشفى موجودة على السواحل في غزة؟ نعرف تفاصيل أكتر مع دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية اللي بينضم إلينا من العاصمة روما عبر تطبيق زوم. صباح الخيرات على حضرتك دكتور فؤاد. بداية حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر، قرار الحكومة الإيطالية بإرسال سفينة مستشفى فولكانو إلى قطاع غزة، إيه المعلومات المتاحة حول هذه السفينة وتجهيزاتها إيه يا فندم؟ صباح الخير للجميع، صباح الخير شومانا وأخ محمد. بالنسبة لهذا الخبر بالنسبة لنا مهم كثير، لأنه بعد أول أيام بالنسبة لغزة كان الوضع الصحي للأسف كارثي كبير، لأنه كان قبل 17 الوضع إحنا متابعينه مع كل الأطباء الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية اللي موجودين هناك، عشان هيك عملنا نداء فورا لإيطاليا، الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية بحاجة لمستشفيات، بحاجة لأدوية ومستشفيات متحركة. عشان هيك إيطاليا جاوبت أول دولة أوروبية، ونتأمل أخرى دول أخرى تجاوب على ما وعدونا. السفينة سفينة كبيرة وأزيد من 27,000 طنلات اللي بيقدر عليها موجود، اللي فيها مستشفيات، فيها مراكز طبية، فيها أطباء متخصصين، اثنين من متخصصين في التخدير، اثنين في الجراحة العامة، وثمان ممرضين. فيها بيشتغلوا تقريبا 170 عامل في السفينة، 30 متخصص في قسم الصحة. لما نعرف بالضبط الوضع وانت بتسافر، لأنها سوف تسافر من ميناء تشيفيتافيكيا بالقرب من روما، بعدها الأطباء بيقدروا يوصلوا للسفينة في الطيارة عوا التخصصات. إحنا طلبنا أطباء متخصصين في أمراض العظام، أمراض جراحة العصب، أمراض التجميل بالنسبة للحروق، لأنه المستشفيات زي ما بتعرفوا تقريبا أزيد من 19 مستشفى واقف على العمل، في عنا نقص أطباء. تقريبا الأطباء وعاملين في مجال الصحة بغطوا فقط 25% بحاجة اللي إلها بحاجة للمستشفيات، يعني حتى بأدوات بدائية جدا يا فندم. نعم، إحنا يوميا كل يوم الصبح بوصلنا جميع الأخبار من الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية من غزة ومن الضفة الغربية، وفي عنا أطباء عرب كثير اللي هم مستعدين يدخلوا أخرى على غزة وإذا في الظروف. عشان هيك الوضع للأسف كارثي. النساء في 50,000 مرة حامل فيش عندهم رعاية صحية، في كثير من تقريبا أزيد من 40% من اللي توفوا أطفال، وكثير من المسنين والأمراض المزمنة ما عندهمش أدوية، مثل الغسيل الكلي أزيد من 3,500 مريض اللي هم بحاجة لغسل الكلية. بنعرف أنه الكهرباء والوقود مهم للمستشفيات، كثير من المستشفيات وقفت اليوم، نفس الإشي في مستشفيين وقفوا خصوصا للأطفال وللسرطانات. في عنا 10,000 مريض بالأورام والسرطانات كانوا يتعالجوا كثير في الضفة وغزة، وعشان هيك نشكر دولة مصر، وبنعرف انه بده يطلعوا مرضى وجراح جرحى الى دولة مصر
العلاج. عشان هيك نداءنا كان من أول يوم ونكرر هذا النداء إلى جميع الدول العربية والدول الأوروبية، إحنا بحاجة لمستشفيات متحركة، إلى أدوية، إلى دم. وللأسف فيش مياه نظيفة، الناس بدوا يشربوا المياه المالحة، مياه البحر، والغذاء غير كافي، غير كافي للأطباء. الأطباء من 17 لليوم وهم موجودين بالمستشفيات بدون يتركوا المستشفيات. وللأسف ارتفاع كبير بنسبة الأمراض المعدية وأمراض البطن وأمراض الجلد، لأنه فيش مياه نظيفة وفيش غذاء متوفر نظيف. عشان هيك كارثة صحية وإحنا بحاجة إلى مساعدة فورية. طبعا بكل تأكيد، أيضا بجانب يعني وجود أجساد الشهداء أو الضحايا يعني تحت المباني المهدمة، كل هذه طبعا تنبئ يعني بإمكانية حدوث وباء أو ما إلى ذلك. يعني طب خليني أسأل حضرتك يا دكتور فؤاد نقطة مهمة تانية برضو، يعني من كام يوم تبانا حتى مؤسفة الحقيقة، ويعني قصف اللي عربات إسعاف كانت تنقل المصابين. عايز أسأل حضرتك لآلية نقل المصابين، حضرتك تحدث عن أرقام مهولة، أرقام كبيرة جدا وكلها إصابات خطيرة، فتأمين نقل المصابين لهذه المستشفى أو لهذه السفينة هيكون عامل إزاي؟ وسعة هذه السفينة قد إيه تقريبا؟ لا، بالنسبة للنقل سوف يقرر إنه بالنسبة للطيارات بتنقل المصابين، لأنه في عندنا عدد كبير من المصابين زي ما تفضلت، ويعني أزيد من 26,000 مصاب. هسه الأطباء حاليا في المستشفيات قاعدين بيعالجوش، فقط المصابين بروحوا على المستشفيات. لما تغدى السفينة على بالقرب من غزة في الطيارات سوف يتم نقل الجرحى الخطيرين اللي عندهم، يعني وخصوصا احنا بنركز على الاطفال وعلى النساء، لانه عدد كبير من الجرحى والخطيرين هم الاطفال، يعني عدد كبير. وبعدين في نفس الوقت الخبر المهم انه ايطاليا فتحت باب المستشفيات الإيطالية. ده بيتطلب دكتور فؤاد بس عشان نوضح الصورة دي للمشاهد، لأن السؤال المهم اللي سألته جمانة فكرة تأمين المصابين خروجهم من القطاع إلى السفينة المستشفى دي هيتم إزاي؟ يعني إيه الآلية يا فندم؟ هل في تواصل مع المنظمات الدولية؟ الصليب الأحمر ممكن يلعب دور في هذا الإطار؟ إزاي في وقت القصف وإحنا بنتكلم لسه على هدن يعني لم تتحقق على أرض الواقع، تأمين خروج المصابين من القطاع إلى السفينة المستشفى فولكانو؟ نعم، وزارة الدفاع الإيطالية ووزير الخارجية بتنسيق في بالنسبة لجميع الأسئلة، لأنه أعطوا أخرى سماح تعاون المؤسسات الدولية. يعني صحيح، الصليب الأحمر له دور مهم، وبنعرف أنه الصليب الأحمر ومؤسسات دولية إنسانية اللي موجودة في غزة، بس للأسف العدد قليل هسه، بيقدروا يشاركوا في العمليات وكل الأشياء اللي بتصير على ظهر السفينة بالنسبة للمصابين. عشان هيك في تنسيق مستمر، وعشان الوضع احنا بنعرف انه وضع خطير بالنسبة لنقل المصابين، وعشان هيك كل التنسيق سوف تعلن عنه حكومة إيطاليا، لأنه في هاي الأيام في تنسيق مستمر مع الأطباء أخرى في داخل غزة. أهم شيء بالنسبة لنا توفير عدد كبير بالنسبة للمستشفيات المنتقلة في البحر داخل غزة، لأنه عشان مشكلة الكهرباء ومشكلة المياه ومشكلة المواد الجراحية، لأنه ناقص كل شيء. الأطباء بيعملوا عمليات بدون
التخدير. ان شاء الله نشوف يعني باذن الله على ارض الواقع ان شاء الله ده يتحقق في القريب العاجل، وتساهم مستشفى الميداني السفينه فولكانو في تخفيف المعاناه عن اهلنا في قطاع غزه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه شرق اوسطيه، كنت معنا عبر تطبيق زوم من العاصمه روما. مشاهدينا اتصال صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع لميا حمدين، تفضلي يا لميا. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. وخلال الاتصال استعرض الرئيس السيسي جهود مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة وكذلك إجلاء الرعايا الأجانب. من جانبه أعرب المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكدا موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات. كما بحث الزعيمان أيضا سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث شدد الرئيس السيسي على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن موقف مصر منذ بداية الأزمة في غزة واضح ويدين استهداف المدنيين. وخلال إلقائه كلمة مصر أمام مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، أشار شكري إلى أن استهداف المدنيين أودى بحياة ما يزيد عن 10,000 مدني وترويع وتشريد وتهجير لمليوني مدني فلسطيني من أراضيهم. كما شدد شكري على أن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، وأشار إلى أن نزوح المدنيين في قطاع غزة إلى جنوبه ليس تطورا إيجابيا بل استمرارا لمخالفة القانون الدولي الإنساني. وأكد وزير الخارجية ضرورة أن يسمي المجتمع الدولي الأمور بمسمياتها وأن يحمل كل من اقترف ممارسات مشينة مسؤوليته. كما اعتبر أن فتح ممر آمن لانتقال المدنيين في غزة إلى الجنوب ليس تطورا إيجابيا بل استمرارا للتهجير الممنهج والمخالف للقانون الدولي الإنساني. حذرت الأمم المتحدة من أن الصدمة التي أحدثها التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ستدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفقر، محذرة من آثار طويلة المدى في غزة والضفة الغربية المحتلة. وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير ارتفاع معدل الفقر في قطاع غزة والضفة الغربية من 26.7 إلى 31.9%، ويعني ذلك زيادة 285 ألف شخص إلى عدد الفقراء الذي كان يقدر بنحو 1.5 مليون قبل التصعيد. وبحسب التقرير قد تبلغ نسبة الفقر 35.8% إذا استمرت الحرب شهرا إضافيا، وإلى 38.8% إذا استمرت شهرين إضافيين. قالت مديرة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كوين نان بارك إن سكان قطاع غزة والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يفتقرون لما يكفي من الغذاء ويواجهون سوء التغذية بعد شهر من حصار مهلك تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني. وأضافت المسؤولة الأممية أنه قبل 7 أكتوبر الماضي كان 33% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مضيفة أنه يمكنها القول إن 100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي في هذه اللحظة. وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 112 مليون دولار ليتمكن من الوصول إلى 1.1 مليون شخص في غزة في 90 يوما المقبلة. أعلنت قوات الحوثي إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية نحو جنوب إسرائيل في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات نفذتها منذ بداية التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وذكرت قوات الحوثي في بيان أن العملية التي حققت أهدافها بنجاح وأودت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة. من جانبه أفاد جيش الاحتلال بأن صاروخا أطلق باتجاه إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر.
أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على تنفيذ هدن يومية لأربع ساعات في شمال غزة لأغراض إنسانية، مع استبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أي إمكانية لوقف إطلاق النار بشكل كامل. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الهدن خطوات مهمة إلى الأمام في وقت تشهد مدينة غزة بشمال القطاع معارك عنيفة. أضاف أيضا أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى الرياض للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية، وأوضحت الخارجية في بيان أنه من المقرر أن يلقي سامح شكري كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة، والتي تنعقد تحت عنوان شراكة مثمرة، حيث يستعرض رؤية مصر لأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، لا سيما وأن مصر تعتز بانتمائها الأفريقي والعربي. قال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول أن البنك لن يتجاهل التشديد الكبير في الأوضاع المالية الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات، لافتا إلى أنه لا رابط مباشرا بين ذلك وأي إغراء متعلق بالسياسة النقدية. وأضاف باول في فعالية لصندوق النقد الدولي أن البنك المركزي الأمريكي لا يريد الإفراط في تجديد السياسة النقدية، مشددا على أن أكبر خطأ قد يرتكبونه هو الفشل في السيطرة على التضخم. وأشار إلى أن المركزي الأمريكي ما يزال يحاول تحديد ما إذا كان بحاجة إلى فعل المزيد لكبح جماح التضخم، وذلك ليدرس بعدها المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية، ومازال حديثنا مستمر عن التصعيد في قطاع غزة المستمر لأكثر من 34 يوم، ومجهود كبيرة بتقوم بها الدولة المصرية في المسار الإنساني ودعم أهالي قطاع غزة من خلال توفير المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية. ويمكن لحد دلوقتي وصل إجمالي المساعدات المصرية فقط لحوالي 6000 طن، ده تقريبا أكتر من ضعف حجم المساعدات اللي وصلت من باقي الدول المانحة. فعلا جمانة، مصر هي في مقدمة الدول المانحة اللي بتقدم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة حسب التقرير الأخير للهلال الأحمر. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر عما تم من تقديم لمساعدات إنسانية وكمان آليات دخولها إلى قطاع غزة. منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الأستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير على حضرتك. صباح النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. حابين في البداية نتعرف حتى هذه لحظة حجم المساعدات اللي قدمتها الدولة المصرية لأشقائنا في قطاع غزة. طيب خليني أبدأ مع حضراتكم بالبداية، من بعد اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر بالشكل اللي شفناه كلنا، وبعد توجيهات السيد الرئيس بضرورة تحرك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التحرك اللي يليق بالشعب المصري ويليق بالدولة المصرية في دعم أشقائها، كمان يليق بحجم اللي بيحصل داخل غزة من احتياج شديد للعون والمساعدة. التحالف الوطني فورا شكل غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات داخل مؤسسات التحالف، تحركت غرف العمليات على تخطيط محكم لشغلها، على تقسيم مهام، على رصد الاحتياجات في البداية، على تلبية الاحتياجات بشكل برضو يتسم بالتنظيم والدقة عشان يبقى في تحقيق لأهم الأهداف، وعشان يبقى في سرعة في التنفيذ، وعشان يبقى في جودة كمان في الأداء، وعشان نلبي زي ما قلنا طموح الشعب المصري كله في دعم أشقائنا. التحرك بدأ بتقسيم الاحتياجات لقطاعات ثلاثة أساسية: القطاع الطبي، وشفنا قد ايه من اول يوم للاحداث قد ايه القطاع الطبي في داخل القطاع كان بيئن، مع تفاقم الاحداث يوم بعد يوم تلاقينا ان القطاع الطبي بيتحمل اعباء اضعاف قدراته الاستيعابيه، فكان لابد ان احنا واحنا بنخطط للمساعده نبقى عيننا على الاحتياجات الطبيه. بالتوازي مع الاحتياجات الطبية شفنا أعداد نازحين، وشفنا أسر بتتدمر منازلهم، وشفنا
يعني أشكال إغاثية أو أشكال من الدعم لابد أنها تتحرك في مجال التأمين لاحتياجات الغذائية لمواطني قطاع غزة. ده طبعا بالإضافة أن احنا مقبلين على فصل الشتاء ومعظم الأسر اتحركت من منازلها لمدارس الأونروا زي ما بنشوف ونتابع، وبعضها بقى حل ضيف على أسر تانية، وبعضها تعرض لحالات وفيات وجروح بالمئات ما كانش بالآلاف. فالحقيقة ده كله استدعى برضو ان احنا نتحرك على المستوى الإغاثي بتوفير خيام، بعض الخيام، وبتوفير في الأصل بطاطين وملابس. الحقيقة التحركات التلاتة والمسارات التلاتة على مدار ال 34 يوم مع من بداية الأحداث أثمرت القيمة اللي كلنا في التحالف بنفخر بيها، وهي أنه مصر كانت الدولة الرائدة. صحيح. والدولة الأولى في تقديم المساعدات. وعايز أقول لحضراتكم كمان الحقيقة الموضوع بالنسبة لنا مش بس في الكم، الموضوع بالنسبة لنا في التحديات اللي صحيح. كانت بتواجهنا وقدرنا نتخطاها. ده سؤالي لحضرتك التالي يا فندم، يعني حضرتك تحدثت عن سرعة الاستجابة وسرعة التنفيذ وأيضا الجودة، على أي أساس بيتم تحديد المساعدات أو المساعدات، نوع المساعدات إن كانت غذائية أو صحية أو ما إلى ذلك في الشاحنات، الكم لو هنتكلم عن الكم ونتكلم حتى عن الأولويات بيتم تحديدها إزاي؟ هل بيتم من رؤية تقديرية لما يحدث في القطاع، ولا بيتم في تنسيق بين حضراتكم وبين على سبيل المثال الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر الفلسطيني؟ ده يعني سؤال جيد جدا، ويخلينا يعني نطرح أو نستعرض دور مهم كانت بتقوم بغرفة عمليات التحالف وغرف عمليات مؤسسات التحالف. بداية العمل التنموي والعمل الإغاثي الناجح الوقوف على أهم الاحتياجات الفعلية للمستهدفين. التحالف من بين أهم مزاياه التنسيق الدائم والعميق مع كافة الأجهزة التنفيذية داخل الدولة المصرية والأجهزة السيادية اللي بدورها بتتواصل مع باقي الأجهزة داخل قطاع غزة. وبالتالي كان عندنا كم معلومات يسمح لنا أن احنا نتخذ قرارات بشكل صحيح، كان عندنا رؤية واقعية لطبيعة الاحتياجات داخل القطاع، وكان عندنا رصد بقدر المتاح رصد لظروف ومعاناة أهلنا. وبالتالي سمح لنا هذا الكم من المعلومات، سمح لنا هذه القدرة على التواصل أن احنا ناخد خطوات فعلية لتلبية الاحتياجات. ومن هنا الحقيقة كان تحرك التحالف تحرك نوعي، بمعنى أنه الشكل التقليدي على سبيل المثال للمساعدات الغذائية اللي المفروض أنها تتقدم، اللي بنقدمها في كل أشكال الإغاثة، كان لابد أنه من إعادة النظر فيها. احنا شايفين اهالينا في القطاع ما فيش كهرباء، ما فيش ميه، ما فيش مواد قابله للاستخدام في الطهي على سبيل المثال. وبالتالي كان لابد ان احنا نفكر ان المواد الغذائيه اللي تتقدم تحافظ على قيمتها الغذائيه، تبقى مناسبه في القيمه الغذائيه لطبيعه المستفيد في ظرفه، وانه من بينهم اطفال وجرحى واشخاص ذوي اعاقه وسيدات حوامل وغيره، وفي نفس الوقت تبقى سهلة الاستخدام وسريعة الاستخدام، وكمان تناسب ظروف الانتقال والسفر. وخصوصا ان احنا في البداية يعني يمكن حضراتكم تابعتوا الشباب ومتطوعي التحالف رسم ملحمة. صحيح. في الإصرار على توصيل المساعدات. دي نقطة اللي كنت عايز أسأل حضرتك فيها، لأن فعلا الملحمة الإنسانية اللي احنا شفناها دي وراها جيش من المتطوعين والشباب المصري اللي بجد يعني يفرح ويشرح القلب. عدد كبير جدا من المتطوعين بيقدموا رسائل إنسانية مهمة جدا، بيشتغلوا في كل التفاصيل في كل نقطة من النقاط الخاصة بتقديم هذه الخدمات الإنسانية وتوزيع العبوات والكراتين الخاصة داخل الشاحنات بتصنيفها كمان. حابين نعرف السادة المشاهدين الدور البطولي اللي بيقوم به المتطوعين في المساعدة في تقديم هذه المساعدات الإنسانية. الحقيقة قطاع التطوع داخل التحالف كان على مستوى الحدث، وكان على مستوى الاستجابة، وكان دايما يعني الحقيقة كان في العون وقت الاحتياج. فبمجرد برضو يعني بدأ بداية التحرك والتخطيط للتحرك، الشباب
اشتغلوا بحماس شديد، شاركوا في حملات التبرع بالدم، مش بس انهم يبادروا ويكونوا في صدارة المتبرعين عشان يحمسوا الناس، لا ده يتحركوا ما بين الناس كمان ويدعوهم للتبرع، يحافظوا وخصوصا اللي منهم ذو خلفية طبية على جودة التبرع وعلى آلية التبرع والمشاركة في التبرع بذاته، ده على مستوى الأرض. ده بالإضافة طبعا للمشاركة في جمع التبرعات والتعبئة والتغليف. الصورة الإنسانية الأروع، وأظن أنها يعني هيذكرها تاريخ العمل الأهلي المصري، هو اعتصام شباب التحالف أمام المعبر لأيام، يعني وكانوا بيوصلوا النهار بالليل في لأيام طويلة داخل المعبر عشان يوصلوا رسالة لضمير العالم بأهمية فتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية كأبسط حق من الحقوق اللي يعني أقرتها المواثيق الدولية وقت الحروب. الرسالة كمان اللي الحقيقة لا تخطئها العين، هو فكرة أنه الشباب لحد النهاردة وإن شاء الله يكون مواصل في الفترات الجاية، عدد كبير من الشباب ومن البنات دخل بدأ التطوع من زاوية أنه شاف أنه لابد أنه يترجم تعاطفه ويترجم رغبته في المساعدة الفعل. وبالتالي يعني أنا عايز أقول لحضراتكم، امبارح على سبيل المثال وأنا بشرف أني مدير المركز الإعلامي وقطاع التطوع في صناع الخير عضو التحالف، امبارح كان في لقاء مع مجموعة من المتطوعين، مجموعة جدد من المتطوعين من محافظة القليوبية، قد ايه لما حضراتكم تسمعوهم حريصين انهم يعني يبدأوا التحرك فورا لدعم اهالينا في غزة، ومش بس دعم اهالينا في غزة. الحقيقة كانت الفكرة بقى انه طب احنا يعني هنبدا نتطوع لاهلينا في غزه، طب ما ده فرصه كويسه جدا ان انا ابقى عارف يعني ايه تطوع، وابقى عارف يعني ايه خدمه تنمويه مجانيه لاهالينا عند الاحتياج. كل تاكيد. طيب يمكن احنا كل ده يا استاذ عصام بنتكلم على الجانب الانساني الايجابي من ارسال المساعدات والتطوع واللحمه والتعاطف حتى مع الشباب المصري والشعب المصري مع إخواننا في قطاع غزة، لكن للأسف في معوقات أيضا بتواجه إدخال هذه الشاحنات والمساعدات الإغاثية لأهلينا في قطاع غزة. لو حضرتك تقول لنا وتوضح للسادة المشاهدين فندم عن هذه المعوقات والتعنت من الجانب الإسرائيلي، وضح لنا الصورة يا فندم أكتر. طيب هو الحقيقة التحديات اللي قابلت التحالف مع بداية انطلاقه في تمثيل الشعب المصري كله في دعم أهالينا في قطاع غزة، كانت بدايتها الحقيقة تحدي الوقت، وتحدي الوقت احنا كنا بنشوف قد ايه حجم المعاناة طبعا. بشكل يومي الحقيقة صدمتنا كلنا كانت في انه في الوقت اللي احنا بنتحدى في الوقت وبنحاول نتحرك انه يتعنت ويتسم بالصلف الجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات. وهنا الحقيقة برضو زي ما قلت لحضراتكم كان لابد أنه التحالف بكل أجهزته ومتطوعيه يتحرك على الأرض تحرك نوعي. الحقيقة فكرة الاعتصام وفكرة رفع شعار مرابطون حتى الإغاثة كانت أعتقد أنها كانت فكرة مؤثرة، طبعا بالإضافة لضغط وتحرك سريع صحيح. من الدولة المصرية صحيح. بكافة مستوياتها حتى المستويات العليا، وهنا العالم كله شهد للسيد الرئيس بالتحرك السريع لأهمية دخول معبر رفح. في نقطة الحقيقة مهمة جدا كمان التحالف وكل الدولة المصرية الحقيقة أصرت عليها، لو حضراتكم تذكروا مع بداية الدخول المساعدات كان دخول المساعدات بأعداد قليلة، كان المتوسط اليومي لدخول الشاحنات لا يتجاوز من 15 ل 20 شاحنة. وصل لكام دلوقتي يا فندم؟ احنا يعني تخطينا 100 ونأمل ان احنا نكون محافظين على التخطي 100، لانه رغم ان احنا بنتكلم على انه كان قليل ال 15 ل 20 وبنتكلم ان احنا وصلنا 100، الا انه الاحتياج الحقيقي احنا انت شايف حضرتك معاناة بتتفاقم يوميا وأعداد يوميا بتدخل بتزيد، الوضع بيسوء طبعا بالظبط. وكمان يعني الحقيقة قطاع غزة على المستوى الاقتصادي تقريبا في حالات الحروب وزيه زي كل صحيح. الدول اللي بتاخد حروب يعتبر قطاع مشلول، وبالتالي انت حضرتك بتقدم دعم لما يقرب من 2.4 مليون مواطن، العدد ده مش سهل.
الحدث كمان والظروف اليومية اللي هم بيمروا بيها ظروف مش سهل. وبالتالي يعني اسمحوا لي برضو هنا أنا برضو يعني الحقيقة بنتهز فرصة وجودي مع حضراتكم وبدعو كل مواطن مصري يعني عايز يترجم فعله أو تعاطفه لفعل، عايز يترجم يعني دعمه لأهلنا في غزة لعمل حقيقي، أنه يشارك مع التحالف ويشارك مع مؤسسات التحالف، عشان يعني التحالف بيتوحي الفرصة دي عشان الحقيقة نقدر نواجه ونكمل بالشكل اللي احنا مكملين. اظن ان احنا كمصريين دايما في اوقات الشده والمحن دي المعدن المصري بيبان فيها جدا في الاوقات الصعبه دي. للاسف الشديد الايام اللي فاتت اخبار يعني بتجينا من غزه، طبعا في انهيار كامل او شبه كامل للمنظومه الصحيه داخل قطاع غزه، والحديث هنا على نقص العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، مرضى الاورام، وتحديدا من الاطفال. الأولوية طبعا الصحية موجودة طبعا عند حضراتكم طبعا في التحالف الوطني بشكل كبير، لكن هنا ازاي ممكن نساعد في هذا الإطار؟ ازاي ممكن نوفر علاج لولا هذا العلاج ممكن يهدد حياة كل الناس المصابة أو أهلنا المصابين بالسرطان والأورام في غزة إلى الموت؟ فهنا في حاجة ملحة لإدخال العلاج الخاص بالأورام. هو فعلا طبعا المعاناة داخل قطاع غزة وفي القطاع الطبي بشكل خاص واخدة أبعاد خطيرة وخطيرة للغاية. طبعا احنا شايفين أعداد المصابين فوق طاقة أي قطاع طبي في العالم داخل حيز جغرافي، وشايفين كمان أعداد الوفيات بحجمها، يعني ربنا يا رب يجعلهم من الشهداء. وطبعا مرضى الأمراض الخطيرة والمستعصية بيتحملوا عناء شديد. التحالف وبكل مؤسساته اشتغل على قائمة أدوية حط لها أولوية في توفيرها لصالح أهلنا في غزة. يعني لو حضرتك تتبعنا القائمة دي بداية بالمضادات الحيوية اللي بتستلزم أو بتحتاجها بشدة أعداد المصابين الضخمة، أدوية الحروق من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، كمان مستلزمات غرف العمليات ومستلزمات الكسور. ده في جانب. الجانب الثاني وبالتوازي معاه توفير الأدوية زي ما حضرتك ذكرت للحالات الخطيرة زي أمراض السرطان. والحقيقة في كمان جوانب صحية لا يمكن إغفالها. يعني مثلا على سبيل المثال قطاع غزة فيه 50,000 سيدة حوامل من المتوقع أنهم يضعوا مواليدهم خلال فترة الحرب، وبالتالي في مستلزمات طبعا لابد أنها يعني تتوفر. من هنا التحالف زي ما قلنا من البداية بتحرك بشكل مدروس للاحتياجات، وبيتحرك بأقصى سرعة وبأكبر كفاءة ممكنة عشان يبقى على مستوى الحدث، عشان يبقى على مستوى التعبير عن نبض الشارع المصري، بعيد حتى عن الكلام الإنشائي. التحالف وهو بيدخل على سبيل المثال في سلسلة التحركات الأولى أكتر من 300,000 عبوة دواء كان عامل في حسابه التنوع ده. لما نقلنا وغيرنا الاستراتيجية من فكرة القوافل الممتدة لفكرة الجسر البري الممتد من القاهرة والمحافظات إلى معبر رفح ومن ثم إلى داخل القطاع، كان كمان في تغير نوعي في الاهتمام أكثر بالأدوية الأكثر احتياجا والأكثر ندرة في القطاع والأكثر تأثيرا على المصابين والمرضى، واللي عدم وجودها بيعرضهم لفقد الحياة. أعتقد أنه إحنا كمان ما زلنا عند يعني عند حسن ظن الشعب المصري كله فينا بان احنا بنحاول على قد ما نقدر نسعى باقصى جهد لتوفير الاحتياجات، لكن برضو ما زلنا في احتياج لكل تحرك معانا، ما زلنا في احتياج للفرق الطبيه اللي ممكن تجهز عشان لو في تحرك داخل قطاع غزة. عندنا الشركات الأدوية، كل من يستطيع الدعم والمساعدة هيتلاقي خريطة للمساعدات واضحة وصريحة.
يعني اسمحوا لي باعتباري برضو مدير المركز الإعلامي لمؤسسات صناع الخير، احنا كمؤسسة بنشرف ان احنا بنحط قدام كل من يريد الدعم خريطة واضحة للتبرعات، سواء في الاحتياجات الغذائية، سواء في القطاع الطبي، سواء حتى في الملابس والبطاطين. كمان بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننقل بشكل حي صور التعبئة والنقل، عشان نخرس الألسنة اللي بتشكك في يعني طبيعة المساعدات وجودتها. كمان يعني الحقيقة نضع حد للشائعات حوالين اصل المساعدات ما بتدخلش المعبر، اصل ما فيش مزايدات يا فندم على الدور المصري حتى والعمل الاهلي التمويل والعمل المجتمعي طبعا تجاه اشقائنا في قطاع غزه. لكن يمكن انا سؤالي كان لحضرتك متعلق اكتر بعد ما بتخرج الشاحنات من معبر رفح باتجاه قطاع غزه، لو حضرتك تنقل لنا الصوره للمشاهدين. طيب هقول لحضرتك برضو احنا كمجتمع مدني مصري دورنا بتوصيل المساعدات والتنسيق الشديد مع الأجهزة السيادية والأجهزة التنفيذية المعنية بما بعد معبر رفح. احنا وصلنا المساعدات ودخلت المساعدات. اللي بيحصل على أرض الواقع انه بتستلم المساعدات جهات دولية زي الأونروا وبتبدأ توصلها لمخازنها، وده طبعا اللي تم التوافق عليه ما بين الدول الكبرى واللي مصر كانت حريصة انه يتم تنفيذه بشكل دقيق. من بعد الوصول لمدارس لمخازن الأونروا بتقوم جهات دولية برضو بالتوزيع، وبيتم يعني التنسيق داخليا داخل القطاع انه المساعدات تتنقل بأسرع ما يمكن وتتوزع بشكل عادل على كل المحتاجين. لكن برضو خلوني أأكد لحضراتكم انه رغم العدد، رغم الكميات المساعدات الضخمة اللي بتدخل، لكن الاحتياج أكبر المساعدات ما زالت عند الحد الأدنى إن لم تنخفض عن الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات. نشكر حضرتك أستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك. شكرا يا فندم، صباح النور على حضرتكم جميعا. شكرا جزيلا. شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتكم ما تبقى من فقرتنا في صباح الخير يا مصر. إلى جانب الحرب الإسرائيلية اللي بتشنها على قطاع غزة، الحرب على الأرض، في حرب من نوع آخر، حرب مختلفة، حرب الدعاية والتزييف وحرب إعلامية بتقودها آلة من آلات الكذب الإسرائيلي، بداية من اسم الجيش، جيش الدفاع الإسرائيلي، كأنه الجيش هو جيش للدفاع وليس جيش للعدوان والقتل والتقتيل للمدنيين في قطاع غزة. حقائق كثيرة بيتم تزييفها وبيرتكبها الجيش الإسرائيلي وبترتكبها آلة الدعاية الإسرائيلية يوم بعد يوم. مهم جدا أن نبقي عينا على ما تتناوله الصحف الإسرائيلية والقنوات الإسرائيلية. خلينا نروح بشكل متعمق أكتر لهذه القراءات مع دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس. صباح الخير حضرتك يا دكتور. وبعد التحية خلينا نبدأ مع بعض الصحف الإسرائيلية كهارتس، وأيضا استمرار محاولات تبرير جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل، العودة لما حدث يوم 7 أكتوبر. يعني عايز أعرف من حضرتك، هل مازال وجهة النظر أو التناول ما يحدث في قطاع غزة هو من نفس الزاوية ولا تغير بعض الشيء؟ صباح الخير عليكم أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ محمد. صباح نور يا فندم. أتشرف كتير جدا أن أكون معاكم، أتشرف من الملاحظة الذكية من أستاذ محمد حوالين فكرة الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال بالأساس وليس جيش دفاع، حتى لو نص على أن اسمه جيش الدفاع الإسرائيلي فلا يجب أن نردد مثل هذا الكلام. وأحييك أرضا على أيضا على سؤالك أستاذ جمانة بخصوص يعني التزييف الإسرائيلي في الإعلام العبري حوالين مجريات الحرب. في الواقع إسرائيل بتتكلم في صحافتها من منظور واحد، منظور انها لكم ان تتخيلوا انها الضحيه وليست الجلاد، وده ممكن يكون شيء مفهوم لبناء جبهه داخليه وروح معنويه تقدر تصمد وتقاتل وتبرير الجرائم، خصوصا جرائم القصف الشديد. يعني لا نكاد نرى في الصحافه الاسرائيليه مثلا صور الاطفال اللي ترتعش او صور النزوح الجماعي للفلسطينيين او صور القصف البشع والاجرامي على احيانا بنرى صور الاطفال الفلسطينيين على انها اطفال من دوله اسرائيل.
ده حقيقي، بس يعني طبعا ده مفروغ منه، بس خليني اقول لك ان يلفت انتباهي في الصحافه العبريه هذا الاسبوع ان في اهتمام شديد جدا 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 بالجهود المصريه الدؤوبه للوصول الى هدنه انسانيه في القطاع. يعني خليني اقول لك ان مصر الاسبوع ده تتصدر عناوين الصحف الاسرائيليه. يعني لو شفنا صحيفه هارتس وهي صحيفه مهمه جدا، هي صحيفه النخبه في اسرائيل ومؤثره جدا في صناعه الراي العام وهي موجوده قدامنا اهو على الشاشه، هنلاقي المانشيت الرئيسي في صدر الصفحه الاولى بيقول مصادر مصريه تقدم في مفاوضات الهدنه مقابل الافراج عن الاسرى. الفكره ان مصر تكون هي منشط اكبر صحيفه واهم صحيفه مؤثره في اسرائيل ويكون صدر الصفحه الاولى منقولا عن مصر وعلى لسان المصادر المصريه، وده بيقول لك ان حجم الدور المصري وحجم يعني الاستناد الى الدور الاقليمي المصري سواء من الاطراف في النزاع او حتى من الاطراف الدوليه التي ترغب في حل المساله. في تفاصيل المانشيت ده هنلاقي ان الصحيفه بتتكلم حوالين ان مصر هي يعني الطرف الفاعل والذي يمكن التعويل عليه للوصول الى هدنه انسانيه لانقاذ ما يمكن انقاذه من الارواح في قطاع غزه، والوصول الى صفقه تبادل للاسرى النساء والاطفال في السجون الاسرائيليه، النساء والاطفال الفلسطينيين بالضبط، في مقابل بعض الاسرى والرهائن لدى حركه المقاومه في قطاع غزه، وبالتالي البناء عدد او عدد من جسور الثقه المتبادله اللي ممكن صحيح. من خلاله يبنى عليه عمليه ايقاف عجله الحرب. تمام. مصر في الصحافه الاسرائيليه بتحظى هذا الاسبوع باهتمام شديد في اكثر من صحيفه. في نفس الجريده يعني كمان دكتور عبود في هارتس شفنا تحليل عسكري تحت عنوان دقات الساعه، التحليل بيكشف عن اسباب فشل العملية العسكرية الإسرائيلية حتى الآن في قطاع غزة، الدخول البري. كلمنا أكتر عن هذا التقرير وأهم التفاصيل اللي جت فيه. سؤال جميل. يعني في نفس الصفحة من هارتس نفس الغلاف اللي كان قدامنا على الشاشة هنلاقي المحلل العسكري عموس هرقيل، وهذا المحلل له باع طويل جدا جدا في الشؤون العسكرية والتحليل العسكري، بيقول حاجات مهمة جدا. هو كاتب تحليل عنوانه دقات الساعة، يقصد العنوان ان المجتمع الدولي ساعة المجتمع الدولي بدأت تدق ولن يقف مكتوف الأيدي أمام الآلة العسكرية الإجرامية التي تضرب غزة صباحا ومساء. عموس هرقيل بيقول لنا كلام مهم جدا جدا، بيقول ان بنيامين نتنياهو لما بيطلع في المؤتمرات الصحفية هو ويؤاف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي وبيقدم صورة وكأن إسرائيل تنتصر وتحقق انتصارات كبيرة في قطاع غزة، هذه الصورة غير حقيقية بالمرة وفقا لعموس هرقيل وصحيفة هارتس الموجودة قدامنا على الشاشة. أهم ما يشير إليه هرقيل في هذا التحقيق أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية فشلت في توقع حجم الأنفاق وقدراتها، وإن الواقع على الأرض بيقول إن حركة المقاومة في غزة قادرة يعني تتحصن في الأنفاق وتستطيع أن تستمر على هذا الوضع عدة شهور. لكن كمان بيلفت انتباهنا في هذا التحقيق أو التقرير العسكري إن العمليات العسكرية الإسرائيلية حسب هذا الوصف هم بيحاصروا مدينة غزة من الجنوب والغرب ولا يتقدمون أكثر داخل المباني خوفا من الوقوع في مصيدة حرب العصابات التي ترتب لها حركة حماس، وبالتالي هو بيحاول طول الوقت يقلل خسائره العسكرية ويحاصر ويناور لكن لا يدخل إلى القطاع. وبيقولوا كمان أن يمكن تكون حماس قللت إطلاق الصواريخ على قطاع غزة على المستوطنات وعلى المدن الإسرائيلية في اليومين اللي فاتوا بحيث أنها تستطيع استخدام هذه الصواريخ كلما احتدمت المعركة لمدة أطول. ويقولوا كمان مسألة مهمة جدا جدا في هذا التحليل أن التكتيك بتاع حركة حماس هو عدم دخول مواجهة مباشرة عسكرية كأن جيشين نظاميين بيواجهوا بعض، هي بتعتمد على أنها تعمل عمليات نوعية من المسافة صفر، يفجر دبابة، يحط قنبلة على آلية عسكرية، لكن من خلال مجموعات صغيرة جدا مدربة تعمل العملية بالنظام الكر والفر ثم
ترجع الى مواقعها. وبالتالي عمو اسرائيل بيختم تحليله العسكري بان مستقبل قطاع غزة ما زال غامضا، وان بنيامين نتنياهو لم يستطع هو او حكومته او حتى الثينك تانكس في اسرائيل انها تحدد ايه اللي هيحصل في اليوم التالي في القطاع. بالحديث عن بنيامين نتنياهو يا دكتور عبود وضني المقاطعة، يعني ماذا تقول الصحافة الإسرائيلية او الإعلام الإسرائيلي، كيف ترى شعبية نتنياهو طبقا لهذه التقارير، وايضا ماذا عن منافسة بينه وبين بيني جانس؟ في الواقع يعني الصحافة الإسرائيلية والشارع الإسرائيلي بيتحدث على بنيامين نتنياهو باعتباره رئيس وزراء من الماضي، بمعنى أن الفشل الذريع في عملية طوفان الأقصى من يوم 7 أكتوبر، ثم الفشل في مواجهة حركة حماس، ثم تبين واتضاح الفشل في قراءة قوة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الصمود، ثم الفشل في تهجير سكان المستوطنات إلى شمال إسرائيل وعدم وجود أماكن تقويهم وتكفيهم وكذا، فشل متراكم، والفشل في موضوع الأسرى بالضرورة، كل هذا الفشل يدفع الشارع الإسرائيلي إلى مظاهرات كما نرى في الأيام الماضية تطالب بإسقاط نتنياهو حتى لو كان وقت الحرب. أمامي غلاف صحيفة معاريف هتلاقي وزير العمل ده عضو في حكومة بنيامين نتنياهو ومن الأحزاب الدينية المتحالفة معاه، بيقول إن لازم تتم الانتخابات فورا بعد انتهاء الحرب، لأن كل مسؤول فشل يجب أن يدفع الثمن. لو رحنا مع حضرتك عشان الوقت سريعا، انا اسف مقاطعه حضرتك، لو رحنا ليدعوت احرنوت في تقرير مهم جدا او تحقيق كمان عن العالم السفلي، بيتحدث هذا التقرير او هذا التحقيق عن عالم الانفاق، عن غزه الاخرى او مدينه غزه تحت الارض، وفي كمان معلومات مهمه في يدعوت احرنوت. مظبوط، هو الحقيقه ان الانفاق كانت مفاجاه هذه الحرب الكبرى، بمعنى ان كل العالم يدري او يعرف ان غزة مليئة بالانفاق، لكن هذه الحرب كشفت على حسب التحقيق في العدد الاسبوعي من يدعوت احرنوت ان لدينا مدينة بالكامل تحت الارض. يقول رئيس الموساد السابق داني يتوم ان هذه المدينة المتشعبة والعنقودية تصل الى حوالي 500 كيلو متر تحت الارض. هذه الانفاق لا يعرف من في شمال القطاع ماذا يحدث في وسط القطاع او جنوبه، وهذه الانفاق لها فتحات يستطيع مقاتلو المقاومة الخروج وممارسة عمليات عسكرية ثم العودة مرة اخرى. هذه الانفاق بها مؤن لوجستية تكفي حركة حماس لمواصلة الحرب عدة أشهر، وبالتالي هم كل المحللين العسكريين الذين تم سؤالهم في هذا التحقيق يحذرون من الدخول في حرب وسط هذه الأنفاق، لأن الفاتورة التي ستتكلفها إسرائيل من دماء جنودها ستكون كبيرة، وبالتالي إذا لم تستطع إسرائيل القضاء على هذه الأنفاق فالحرب فشلت، وبنيامين نتنياهو فشل، وأجهزة المعلومات والأجهزة العسكرية في فشل مستمر، ويبدو أن غزة على هذا النحو ستخرج من هذه المسألة جريحة لكنها ليست مهزومة. والله يعني دكتور محمد طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، وكان نفسي أشكر أسأل حضرتك عن تقرير غريب جدا، يعني تقرير عبثي، ويعني أنا مش عارفة ممكن نوصفه بإيه، تقرير عن فوائد الحرب في إنقاص الوزن في الصحف الإسرائيلية، وتقرير آخر بيتكلم عن نيت إسرائيل الاستعانة ب 8000 مزارع من الضفة بعد هروب مزارعين من تيراندا بسبب الحرب. يعني لا تعليق، أكيد لينا لقاءات أخرى دكتور محمد عبود عشان نتكلم أكتر عن ما تكتبه أو ما تراه الصحافة الإسرائيلية عما يدور في قطاع غزة. بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. صباح الخير على حضرتك وشكرا على هذه القراءة الوفية. جمانة، وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر، استنونا بكرة وحلقة جديدة من 7 ل 10 صباحا كل يوم. صباح الخير يا مصر.